الجزء الأول عن الفكر الماركسي أفكار كارل لعصره وتكاثروا عليه وكلهم عند ذلك وقد قربا. البيئة والمحيطات كي تستخدمه للفحوصات الطبية. جئنا إليكم نطرق الأبواب يا خير من رد النداء جوابا. إلى معركة أحد وما جرى في معركة أحد. مو ضعف أضعاف وتدور بعد شلون تكمل زينتي بليل السقد ضوت كل النجوم سعدي وما كفاية. الذي يقود المقات وعملية القيادة التي تبيع أراضي القمر كسبت القضية. السلام عليكم أخوتي المؤمنين أخواتي المؤمنات، أرحب بكم أجمل ترحيب من خلال شاشة قناة المودة الفضائية. حلقة جديدة من برنامج المودة دوت تي في الذي جعل لكم ومن خلال شاشة القناة تكون حلقة وصل بينكم وبين هذا البرنامج. في البداية أزف أجمل التهاني والتبريكات لكل أشياعي أمير المؤمنين وعشاق المرتضى صلوات الله وسلامه عليه في كل مكان بعيد الغدير الأغر، كما أنقل تحياتكم وسلامكم إلى أستاذنا سماحة الشيخ الغزي، فأقول سلام عليكم سماحة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله. كما تعودنا أن تكون أولى الفقرات هي في أن نستمع إلى أهم أخبار البرامج في قناة المودة الفضائية. نستمع معا مع سماحة الشيخ. الحقيقة لا جديد في أخبار البرامج، إن شاء الله في يوم غد نشرع في الحلقة الأولى من برنامج الملف العلوي. في نفس هذا الوقت يعني في الساعة 2:00 PM بتوقيت النجف الأشرف، الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش، البرنامج سيكون يوميا في نفس الوقت، الحلقات متواصلة ومتسلسلة. قطعا يوم الجمعة البرنامج يتوقف لأننا سنكون منشغلين ببرنامج الحجة ابن الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. فبرنامج الملف العلوي يشرع الحلقة الأولى إن شاء الله في يوم غد، وتأتي الحلقات متواصلة متسلسلة يوميا. بالنسبة لبرنامج شهري محرم، من اليوم الرابع ليلة الخامسة إلى ليلة 11:00 المجالس منعقدة في حسينية الإمام المهدي عليه السلام في لندن، وقناة المودة الفضائية ستنقل هذه المجالس نقلا مباشرا على شاشة التلفزيون وكذلك على شبكة الإنترنت على الموقع الإلكتروني لقناة المودة الفضائية. هناك مجموعة من برامج شهري محرم وصفر سيعلن عنها في وقتها إن شاء الله تعالى. ما عندي شيء آخر أبو جاسم، إذا في بالك شيء تفضل. بعض الأخوة اللي سألوا عن أهم الكتب اللي ممكن أن يتواصلوا عليها واللي يحصلون عليها من خلال الموقع الرسمي، هي أهم الكتابين هي الشهادة الثالثة المقدسة وكتاب الفتن. إذا نلاحظ معا في الشاشة الآن في موقع وحسينة كتاب الشهادة الثالثة المقدسة، هو عن طريق برنامج PDF ممكن النسخ والاستفادة من هذا البرنامج عن هذا الكتاب. أيضا كتاب الآخر هو كتاب فتن في عصر الظهور. كتاب فتن في عصر الظهور هو أيضا داخل برنامج PDF ولكن عبارة عن صور إسكان، ممكن أيضا النسخ وتحديد أي الصفحات ممكن اختيارها. كتاب هو عبارة عن سكان لكل صفحات الكتاب بأجمله.
موقع وحسينة ممكن زيارته من خلال الرابط التالي. أيضا الرسائل التي وردت مخاطبة سماحة الشيخ من قبلكم ها هي فقرتها قد حانت الآن. إذا نستمع أنا وأنتم ونكون في ضيافة سماحة الشيخ في هذه الفقرة. بعض الرسائل بقيت من الحلقة الماضية. رسالة من الأخ حيدر مكتوب باللغة الإنجليزية حيدر 33A. الرسالة يسأل فيها الأخ حيدر عن الدليل الذي يمكن أن نستدل به من غير الكتب الشيعية في قضية السجود على التراب، السجود على التربة، على الأرض. وأنا وعدت الأخ حيدر أن أجيب على هذه الرسالة في هذه الحلقة إن شاء الله. في طوايا هذه الحلقة سأجيب على هذا السؤال. سؤال آخر أيضا وعدت الأخ السيد إبراهيم الموسوي من الكويت. سؤاله عن نظرية وحدة الوجود وما تفرع على سؤاله في هذه المسألة. وهذا السؤال أيضا ورد من الأخت دينا النعمة، أيضا تسأل عن موضوع وحدة الوجود. إن شاء الله في طوايا هذه الحلقة سأجيب على هذا السؤال. أقرأ الأسئلة التي وردت وأجيب عليها. هناك رسائل أخرى عديدة لم أأتي بها، وردت من بعض الأخوة ومن بعض الأخوات، تدور حول هذا الموضوع، حول موضوع وحدة الوجود. رسالة من الأخ حارث ماجد ياسين أحمد، لم يذكر المكان الذي جاءت منه الرسالة. أقول للأخ حارث ماجد ياسين أحمد تحياتي لك أخي حارث، ودعائي لك بالشفاء وبالصحة والعافية. وهذا السؤال الذي سألته حول المرض الذي أنت مبتلى به، أنا سأحول السؤال إلى الأخوة الأطباء في برنامج أطباء المودة. وإذا ترسل تليفونك، الرسالة ما فيها تليفون، إذا ترسل تليفونك يمكن أن يتصل بك أحد الإخوان فيجيبك على هذا السؤال. تحياتي لك وللعائلة الكريمة، وتمنياتي لك بالشفاء والصحة الدائمة. رسالة من الأخ حسين صاحب الشمري، أيضا المكان ما مذكور في الرسالة. الرسالة من خادم أهل البيت حسين صاحب الشمري، ذكر فيها أبياتا من الشعر. تحياتي لك ودعائي بالتوفيق أخ حسين، رسالتك وصلت والأبيات التي ذكرتها جميلة، مع شكري وتقديري وثنائي. رسالة من الأخت الموقرة أم عبد الله، لم يذكر المكان أيضا في الرسالة. الأخت العزيزة الفاضلة أم عبد الله تسأل أنها سمعت من والدتها بأن الحجر الأسود صار أسودا عندما خرج الحسين عليه السلام من الحجاز إلى العراق. الحقيقة بحد علمي أنني لم أقرأ رواية بهذا المضمون، هذا لا يعني أنه لا توجد رواية بهذا المضمون، لكن بحد علمي لم تمر علي رواية بهذا المضمون أو بهذا المعنى، ويمكن أن تكون موجودة، لكنني أجيب بحسب معلوماتي، لا علم لي بمثل هذه الرواية. الموجود عندنا في رواياتنا
أن الحجر الأسود وكان اسمه الحجر الأسعد، كان أبيض شديد البياض أسود لكثرة الذنوب، لكثرة ذنوب العباد. وقطعا مقتل الحسين عليه السلام والظلم الذي وقع على الحسين هو أشد ذنوب العباد التي وقعت على الأرض، أكبر الذنوب، فيمكن أن تكون داخلة في هذا المعنى. أما أنه توجد رواية خاصة بهذا المعنى، حد علمي لم أقرأ مثل هذه الرواية، وربما تكون موجودة، لكن المعنى العام يشمل هذه الجريمة الكبرى. ولا يوجد في تاريخ البشرية جريمة أكبر من جريمة مقتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه. رسالة من الأخ عبد الأمير أبو أحمد من البصرة، أقابلك بالتحيات وبالسلام وبالإجلال والاحترام أخي عبد الأمير. الموضوع الذي تحدثت عنه بخصوص شرح الخطب الافتخارية لسيد الأوصياء وبالذات الخطبة التطنجية، إذا صار هناك مجال إن شاء الله أتحدث عن هذا الموضوع، وإن كان أكثر المطالب الموجودة في الخطبة التطنجية وأكثر منها موجودة في الزيارة الجامعة الكبيرة، وهناك مجموعة من الحلقات موجودة على الموقع في شرح الزيارة الجامعة، وإن شاء الله بقية البرنامج وبقية شرح الزيارة الجامعة سأتواصل فيه معكم وفي خدمتكم. تحياتي وسلامي لك ولمن تحب، وأسألك الدعاء أخي أبو أحمد. رسالة من الأخ الفاضل جودي حسن، الرسالة يتحدث فيها عن قضية الكوكب الذي يكثر الحديث عنه الآن في وسائل الإعلام وعلى الإنترنت، كوكب نيبرو، وهو يحاول أن يجعل مقارنة بين ما ينشر في وسائل الإعلام عن هذا الكوكب وبين الروايات والأحاديث التي وردت عن النبي والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الرواية ليست فيها سؤال، مجرد عرض لما جاء في وسائل الإعلام، لكنني أحببت أن أشير إلى قضية أنا أعرفها وربما أكون مشتبها في ذلك للأخ جودي حسن. فهو يقول بأن وكالة ناسا للفضاء قالت كذا وكذا وتحدث عن الكوكب نيبرو، حد علمي أن هذا الكلام نشر في وسائل الإعلام ووكالة ناسا للفضاء كذبته، حد علمي هكذا، ولا يوجد على موقع وكالة ناسا للفضاء الموقع الرسمي لها لا يوجد مثل هذا الكلام، بل الموجود خلاف هذا الكلام. أحد العلماء من وكالة ناسا للفضاء تحدث بشكل رسمي عن هذا الموضوع ونفى هذه القضية، وقال بأن وكالة ناسا للفضاء لا تعلم بمثل هذا الموضوع ولا تعلم بمثل هذا الحدث، وإنما يتوقع في سنة 2012 حدوث اضطرابات في الشمس بسبب هذه الاضطرابات التي ستحدث في الشمس والتي تحدث بين مدة وأخرى بحسب مراقبة العلماء، متابعة علماء الفضاء لطبيعة الشمس، تؤدي إلى بعض الأحداث وبعض الوقائع الطبيعية على الأرض. هذا الموضوع أنا تحدثت عنه في أحد حلقات برنامج يسألون والمودة تجيب. وعلى أي حال هو موضوع الآن شائع والكلام يكثر عنه، وما ذكرته من مطالب وقلت بأن وكالة ناسا للفضاء ذكرتها هي مذكورة في أماكن عديدة، وألفت العشرات من الكتب حول هذا الموضوع في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أوروبا.
وأنتجت أفلام سينمائية، وهناك متابعة من قبل الصحافة ومن قبل المجلات لهذا الموضوع، بل هناك جمعيات الآن في الولايات المتحدة الأمريكية، جمعيات وينتمي إليها أعضاء كثر لمتابعة هذا الموضوع. لكن كما قلت بأن وكالة ناسا للفضاء بشكل رسمي نفت ذلك، وإن كان البعض يقولون بأن نفي وكالة ناسا للفضاء قضية سياسية وليست قضية علمية، يعني أن الحكومة هي التي طلبت من وكالة ناسا للفضاء أن تنفي هذه القضية. لكن بالنتيجة الموجود بشكل رسمي على موقع وكالة ناسا للفضاء هو الإعلان عن عدم علمها بمثل هذا الكوكب. رسالة من الأخ مفيد البغدادي، قطعا هو موجود على الإنترنت بأن وكالة ناسا قالت كذا وكذا، لكن هذا موجود في مواقع غير موقع وكالة ناسا للفضاء. رسالة أخرى من الأخ مفيد البغدادي أبو علي، أخي أبو علي الرسالة يبدو أنها من بلجيكا، أبادلك التحية والسلام. الموضوع الذي ذكرته ما هو بجديد، الأبيات جميلة جدا التي استشهدت بها، إذا كنت في قوم غريبا فعاملهم بفعل يستطاب، إلى آخر ما ذكرت من الكلام، رسالة جميلة. تحياتي وسلامي لك وللعائلة الكريمة، ودعائي لك بالتوفيق إن شاء الله تعالى. رسالة من الأخ أبو علي الشمري، أبادلك التحية والسلام والدعاء، وأمنياتي لك بالتوفيق ولكل من تحب. رسالة من الأخ العزيز طالب معارج الحجامي، رسالة من العراق مشحونة بالتحيات، وخصوصا للسيد مؤيد الحسيني والأخ محمد الحلي. أعتقد أن سيد مؤيد والأخ محمد يسمعون كلامي، أو سيصل إليهم كلامي وسلامك موجود في الرسالة. نيابة عنهم أبادلك التحية والسلام، دعائي لك بالتوفيق وأمنياتي لك بالنجاح. رسالة من الأخ العزيز عقيل مسلم من العراق أيضا، أخي عقيل قرأت الرسالة فهمت المضمون، تحياتي لك سلامي لك. الموضوع الذي تحدثت عنه ما هو بظاهرة غريبة، خصوصا في زماننا هذا ظواهر كثيرة مثل هذه الظاهرة التي تحدثت عنها، والأفكار كثيرة والآراء كثيرة، وهذا الموضوع إذا سنحت الفرصة سأتناوله وأتحدث عنه إن شاء الله تعالى. رسالة من الأخ علي الدمستاني، لم يكتب المكان الذي جاءت منه الرسالة. كل عام وأنتم بألف خير وعيدكم مبارك، وأنا أقول لك أيضا أخي علي كل عام وأنت بألف خير، وعيد الأضحى وعيد الغدير مبارك عليك وعلى جميع إخوانك وعلى من تحب، تحياتي ودعائي لك. وما أرسلته لنا من رابط سندخل عليه وإن شاء الله نستفيد منه بقدر الإمكان، أسألكم الدعاء، دعائي لك بالتوفيق. رسالة من الأخ محمد الفرطوسي من العراق من البصرة، الموضوع الذي ذكرته في رسالتك أنا تحدثت عنه في أيام شهر رمضان، يمكن أن تدخل على مجالس المودة فستجد الحديث مفصلا عن هذا الموضوع. تحياتي وسلامي لك أخي محمد الفرطوسي، رقم التليفون موجود، أحاول أن أتصل فيك. الكثير من الأخوة الذين أرسلوا أرقام تليفونات، أنا كما قلت أحاول ثلاث مرات
إذا لم أتمكن فإني لا أعيد الاتصال، وذلك لضيق الوقت ولكثرة التليفونات، أرقام التليفونات كثيرة والوقت ضيق، وخطوط العراق أنتم تعرفونها. أنا سأحاول الاتصال بك وأتمنى أن أوفق للحديث معك. رسالة من الأخت لين من سوريا. الأخت العزيزة لين، الرسالة وصلت، أبادلك التحية والسلام. الأسئلة التي وردت في الرسالة، السؤال الأول عن أنني ذكرت في بعض البرامج أن يوشع بن نون هو وصي النبي موسى على نبينا وآله وعليهما أفضل الصلاة والسلام، فتسأل عن معنى حديث المنزلة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لسيد الأوصياء: أنت مني بمنزلة هارون من موسى. هارون كان نبيا، وهارون كان وصيا لموسى في حياة موسى عليه السلام، وهارون أكثر من وصي. القرآن الكريم يتحدث: وأشركه في أمري، كان شريكا لموسى في أمره. وحديث المنزلة يتحدث عن هذا الموضوع، ليس عن موضوع الوصية فقط. ولذلك في كلمات النبي لسيد الأوصياء: يا علي، إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى، لكنك لست بنبي. موجود في نهج البلاغة وفي غير نهج البلاغة هذا الحديث الذي ينقله سيد الأوصياء عن رسول الله صلى الله عليه وآله: تسمع ما أسمع وترى ما أرى، لكنك لست بنبي. هارون عليه السلام توفي في حياة موسى، يوشع بن نون كان وصيا لموسى بعد وفاة موسى، فأعتقد بهذا التوضيح صارت القضية واضحة وبينة. هارون كان وصيا لموسى في أيام حياته. على سبيل المثال، لما ذهب موسى إلى الميقات استخلف من على قومه؟ استخلف هارون، لكن هارون توفي في حياة موسى. وقد اتهم اليهود النبي موسى بأنه هو الذي قتل هارون. أما يوشع بن نون فكان وصيا لموسى عليه السلام بعد وفاته، ووصية موسى ليوشع بن نون مذكورة في رواياتنا ومذكورة حتى في كتب اليهود. السؤال الآخر: ما المقصود بالآية الكريمة رب المشرقين ورب المغربين؟ الآية من سورة الرحمن: رب المشرقين ورب المغربين. هناك أكثر من معنى لهذه الآية. المعنى الأول الذي جاء مذكورا في روايات أهل البيت أن المراد من المشرقين والمغربين مشرق الشتاء ومشرق الصيف، ومغرب الشتاء ومغرب الصيف. إذا أردت أن أترجم هذا المعنى للمصطلح الجغرافي، يعني مقصود يوم الانقلاب الشتوي ويوم الانقلاب الصيفي ويوم الاعتدال الخريفي ويوم الاعتدال الربيعي، هذا المراد رب المشرقين ورب المغربين. يعني حينما تكون الأرض في موقعها الفلكي باتجاه الشمس، أليس الفلك الذي تتحرك فيه الأرض ليس فلكا دائريا بحيث تكون الشمس في المركز؟ حركة الأرض حول الشمس حركة بيضوية، ففي بعض أيام السنة تقترب من الشمس، وفي بعض أيام السنة تبتعد، وفي بعض الأيام بعض الفصول تكون في موقع معتدل.
فهناك يوم الانقلاب الشتوي أو الشتائي، يوم الانقلاب الصيفي، ويوم الاعتدال الخريفي، ويوم الاعتدال الربيعي. فهنا الرواية حين تقول المشرق الصيفي، المشرق الشتائي، مشرق الصيف، مشرق الشتاء، ومغرب الصيف، ومغرب الشتاء، تريد أن تشير إلى هذه الظاهرة الفلكية وإلى هذه الظاهرة الطبيعية والظاهرة الجغرافية في الأرض. هناك معان وإشارات أخرى في هذه الرواية، آيات القرآن لها وجوه، لها بواطن، لها مظاهر. هناك في رواياتنا رب المشرقين محمد وعلي، ورب المغربين حسن وحسين، ومثل هذه المعاني موجودة في روايات أهل البيت. وهناك أيضا ممن يفهم من هذه الآية ما فيه الإشارة إلى كروية الأرض، فهناك في الأرض أكثر من مشرق، وهناك في الأرض أكثر من مغرب. وفي الحقيقة قضية المشرق والمغرب قضية نسبية، فما يقال له المشرق مثلا في جزء ما من الأرض لا يقال له مشرق في جزء آخر من الأرض. مسألة المشرق والمغرب مسألة الجهات بشكل عام، الجهات، الشمال، الجنوب، الشرق، الغرب، حتى الفوق والأسفل، كل هذه الجهات هي جهات نسبية تختلف بحسب الموقع من الكرة الأرضية. أين نحن؟ يعني مثلا الذين يعيشون في أستراليا والذين يعيشون مثلا في القطب الشمالي الإسكيمو، المشارق والمغارب تختلف بالنسبة لكل قوم، لكل بلد. فإما أن تكون الآية فيها إشارة إلى نسبية الجهات، أو إلى قضية أنه لهذا النصف، النصف الأيمن من الكرة الأرضية له مشرق ومغرب، والنصف الأيسر من الكرة الأرضية له مشرق ومغرب، وفي ذلك دلالة على كروية الأرض، فيكون في نصف الكرة مشرق وفي النصف الثاني مغرب، هنا نهار وهناك ليل، وهناك يكون نهار وفي الجهة الأخرى يكون ليل. وما المقصود بالآية الكريمة فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الآلاء هي النعم، الآلاء هي الآيات، الآلاء هي الفضائل. والذي يبدو أن السؤال ليس عن كلمة آلاء، وإنما خطاب تكذبان. تكذبان بحسب سياق الآيات، إذا أردنا أن نذهب إلى سورة الرحمن بحسب سياق الآيات، الخطاب للجن والإنس. حينما نذهب إلى سورة الرحمن نجد أن سورة الرحمن تتحدث في بدايتها عن خلق الإنسان وعن خلق الجان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، الآية الرابعة بعد العاشرة وما بعدها. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حديث عن الإنسان وعن الجان. في الآية الحادية والثلاثين وما بعدها، سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس. في موضع آخر في نفس السورة الآية 39 وما بعدها، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. في موطن آخر في الآية
السادسة والخمسين وما بعدها، فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. في موطن آخر في الآية 74 وما بعدها، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. فنلاحظ السورة على طولها هناك ذكر متكرر وذكر متردد للإنس والجان. سنفرغ لكم أيها الثقلان، والثقلان هما الجن والإنس. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض. فتقول الآية بعد ذلك فبأي آلاء ربكما، الآية التي بعدها فبأي آلاء ربكما تكذبان. الخطاب للجن والإنس. في روايات أهل البيت التي تنهج منهج التعدد في آفاق الآيات، الخطاب في تكذبان للأول والثاني من أعداء أهل البيت، وهذا وردت فيه عدة روايات عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والسؤال الأخير من الأخت لين، تقول سألني أحد الأطفال فقال أنا أحب جميع الأنبياء ولكني أحب النبي موسى عليه السلام أكثر من جميع الأنبياء حتى من الرسول الكريم، فهل هذا ذنب؟ بالنسبة للطفل لا يعد ذنبا، طفل غير مكلف، ولكن بالنسبة للكبير فهذا سوء في الاعتقاد وسوء في التفكير. النبي الأعظم هو أعظم الأنبياء، العقل المنطق الفطرة الوجدان يقتضي أن يكون له الحب الأعظم، لكن بالنسبة للطفل الطفل لا يؤاخذ، ولا بد أن يكون قد سمع شيئا، قد عرف شيئا، بسبب ذلك الشيء الذي سمعه أو عرفه قال هذا القول، لا بد أن يوجه التوجيه الصحيح ويفهم التفهيم الصحيح. هذه كل الأسئلة التي وردت في رسالة الأخت لين من سوريا. تحياتي وسلامي للأخت الفاضلة ولعائلتها الكريمة وأمنياتي لها بالتوفيق. رسالة من الأخ العزيز الفاضل المهندس سليم الشيخ عبد الغني الخضري، يسأل عما جاء في كتاب على الإنترنت، كتاب الشيخ النعماني، وهو يتحدث عن أن الذي كان في الغار ليس كما هو المعروف أبو بكر وإنما هو ابن بكر، مراد بابن بكر يعني عبد الله ابن أريقط ابن بكر يعني حسب ما هو معروف، يعني في حادثة الهجرة كان مرافقا للنبي ابن أريقط ابن بكر، فيسأل عن هذا المعنى. هذا المعنى موجود في أكثر من مكان، ذكرت هذا الكلام في كتاب الشيخ النعماني الموجود على الإنترنت، وهناك كتاب أيضا للشيخ نجاح الطائي، كتاب حشد فيه الشيخ نجاح الطائي مجموعة من القرائن تشير إلى هذه القضية. لكن بشكل عام أقول المعروف في رواياتنا في روايات الأئمة أن الذي صاحب النبي هو أبو بكر، لكن لا يعني أن الحقيقة تقف عند هذا الحد. يمكنك أن تراجع كتاب شيخ نجاح الطائي والكتاب الذي أشرت إليه وترى ما ساقه المؤلفان من أدلة من قرائن من توضيحات، والقضية ليست مهمة، ليست بالغة الأهمية سواء اعتقدت بهذا أو بغيره، لكن الموجود في رواياتنا أن الذي صاحب النبي صلى الله عليه وآله هو أبو بكر، وذلك لا يعني أن القضية تنتهي عند هذا الحد. كل قضية هي قابلة للبحث، هذه قضية تاريخية ليست قضية عقائدية. القضايا التاريخية
قابلة للبحث والمناقشة. حتى القضايا العقائدية الآن الناس تناقش فيها وتبحث فيها. أخي العزيز سليم، سلامك وتحياتك تصل إلى أبناء عمومتك كما تقول في الرسالة، شيخ علي الخضري وفلاح الخضري، الحاج فلاح الخضري. سلامك وتحياتك يصل إلى أولاد عمومتك، وأنا أبادلك نيابة عنهم وعن نفسي التحية والسلام، دعائي لك بالتوفيق. رسالة قادمة من السويد، رسالة أيضا من السويد من الأخ العزيز سلام الطائي. سلام الطائي يبادلنا السلام والتبريكات بعيد الأضحى المبارك والأيام المباركة من هذا الشهر الشريف. نحن نبادله التحية والسلام. أخي سلام الطائي، دعائي لك بالتوفيق وبالنجاح إن شاء الله تعالى. رسالة العنوان من السويد، المرسل سيد ضياء الذبحاوي. أبادلك يا سيد ضياء التحية والسلام، ولك مني خالص الشكر. أنت تسأل عن رقم تليفون أو إيميل خاص لي، الحقيقة أنا ما عندي رقم تليفون خاص، كان عندي وألغيت الخطوط التي كانت لي والإيميل أيضا لكثرة الاتصالات، بحيث لا أستطيع أن أسيطر على وقتي. يمكنك أن ترسل لنا رقم تليفونك وأحاول إن شاء الله قدر الإمكان أن أتصل بك. تحياتي وسلامي لك ولجميع إخوانك ولجميع الأصدقاء ولجميع من أشرت إليهم وذكرتهم في الرسالة، أسألك الدعاء والزيارة. رسالة من الأخ العزيز سعود من الكويت، سؤاله سؤال مختصر واحد، كيف نتواصل مع الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه؟ هو سؤال بحاجة إلى كلام وتطويل وتفصيل، لكنني أرجعك إلى برنامج الحجة ابن الحسن العسكري إمام زماننا. حلقات البرنامج موجودة على موقعنا على الإنترنت، موقع القناة على الإنترنت، والبرنامج متواصل أيضا في كل يوم جمعة. تحياتي وسلامي للأخ العزيز الفاضل سعود من الكويت. رسالة من بغداد من الأخ العزيز وليد فرعون السوداني، رسالتك وصلت أخي وليد، أبادلك التحية والسلام والشعور، لك تقديري واحترامي وإجلالي، أسألك الدعاء والزيارة. رسالة من الأخ العزيز أبو محمد من العراق، يقول إني أعاني من مشكلة مضمون الرسالة وأطلب النصيحة في مسألة الكسل، أعاني من الكسل وعدم الرغبة في طلب العلم إلى آخر ما جاء في رسالته. أقول أخي وعزيزي أبو محمد من العراق، أولا لك سلامي وتحياتي لك وللعائلة الكريمة وأمنياتي لك بالتوفيق. موضوع الكسل من الموضوعات التي إذا أردنا أن نعالجها لابد أن نعرف أسبابها. الكسل له أسباب كثيرة، وأنا لست متخصصا للإجابة على هذا السؤال، لكن أجيبك بما عندي من معلومات عامة. حينما نريد أن نعالج مشكلة لابد أن نعرف أسبابها. الكسل بحسب ما أعرف له أسباب كثيرة. من أسباب الكسل ربما تكون أمور فسلجية، وهذا الأمر يرجع فيه إلى الأطباء. في بعض الأحيان الكسل مرده إلى قضية فسلجية، قضية بدنية، ربما يكون هناك خلل في تركيبة الإنسان البدنية، أن يكون الإنسان مصاب بمرض
ومظاهر هذا المرض، أعراض هذا المرض غير ظاهرة غير واضحة. هناك الكثير من الأمراض كما يقول الأطباء أعراضها لا تكون واضحة، فقد يكون الإنسان مصاب بمرض أعراض هذا المرض غير واضحة، فقد يؤدي هذا المرض إلى الكسل أو يكون علامة من علامات ذلك المرض، فقد يكون سبب الكسل سببا فسلجيا، فلا بد من مراجعة الطبيب في مثل هذه الحالة. وقد يكون سبب الكسل في بعض الأحيان قد يكون مرضا نفسيا، ربما يكون الإنسان مصاب بشيء من الكآبة، شيء من الاضطراب النفسي، شيء من الاختلال النفسي يؤدي إلى إصابة الإنسان بالكسل، وهذا أيضا لا بد من مراجعة الطبيب النفساني فيه. وقد يكون الكسل، أحد أسباب الكسل هو البرنامج الحياتي اليومي للإنسان، متى ينام، متى يستيقظ، كم هو عدد الساعات التي ينامها. النوم إذا كان كثيرا يؤدي إلى الكسل، والنوم إذا كان قليلا أيضا يؤدي إلى الكسل. كثرة الطعام في بعض الأحيان تؤدي إلى الكسل، قلة الطعام في بعض الأحيان عند بعض الناس تؤدي إلى الكسل. نوعية الطعام الذي يأكله الإنسان، هناك عوامل تتعلق بطبيعة مجريات البرنامج اليومي لحياة الإنسان. ربما عدم وجود برنامج منظم منسق في حياة الإنسان يؤدي به إلى الاضطراب النفسي وإلى الكسل. وأنا معك، الكسل ظاهرة، يعني ظاهرة سيئة جدا في رواياتنا وحتى في الأدعية يتردد هذا المعنى: أعوذ بك من الكسل والفشل ومن الضجر. لأن الكسل والفشل والضجر، هذه الحالات النفسية تؤدي إلى نتيجتين سيئتين، تؤدي إلى خسران الآخرة وتؤدي إلى عدم إنجاز أعمال الدنيا، خسارة دنيوية وخسارة أخروية. الإنسان الكسول لا يستطيع أن ينفع نفسه لا لدنياه ولا لآخرته. وقد أقول بأنه من أحد أسباب الكسل، إذا لم تكن القضية فسلجية ولا قضية نفسية ولا قضية مرتبطة بطبيعة البرنامج اليومي المعاشي لحياة الإنسان، قد تكون قضية الكسل، وفي الغالب يكون منشأها هو هذا، وهو ضعف الهمة. حينما تكون همة الإنسان ضعيفة، ضعف الهمة يؤدي إلى الإصابة بالكسل. ضعف الهمة علاجه بيدك أخي أبو محمد. ضعف الهمة الإنسان بإمكانه أن يعالج هذه الظاهرة، لأن ضعف الهمة من أين ينتج؟ ضعف الهمة ينتج من عدم الاهتمام بالأمور. حينما يصاب الإنسان بعدم الاهتمام بالأمور، وعدم الاهتمام بالأمور من أين ينشأ؟ ينشأ من عدم التفكر في عواقب الأمور. حينما لا يفكر الإنسان في عواقب الأمور وتفكيرا دقيقا، أن يكون تفكيره تفكيرا دقيقا عميقا في عواقب الأمور المحيطة به والمحدقة به، الإنسان حينئذ يقوده الشيطان، تقوده النفس الضعيفة إلى الكسل إلى الفشل. أنا أتيك بمثال على فرض أنك عندك موعد مع شخص مهم، أو عندك موعد للسفر. على سبيل المثال، مثلا إنسان عنده موعد يسافر في الساعة الفلانية، أن يكون في المطار مثلا في الساعة 4 صباحا. لماذا يستيقظ الإنسان ويذهب ربما في الساعة 2 ليلا، في الساعة 1، استعدادا كي يصل إلى المطار في الوقت المناسب؟ حتى لو لم يكن قد نام يبقى ساهرا كي يدرك ذلك الوقت. السبب هو الهمة، عنده همة عالية في أن يصل في ذلك الوقت. هذه الهمة من أين نشأت؟ نشأت من اهتمامه بالموضوع. اهتمامه بالموضوع من أين نشأ؟ نشأ من معرفته بأهمية الأمر، من معرفته بعاقبة الأمر،
من أنه لو لم يذهب في هذا الوقت فإنه سيخسر الرحلة. فقضية مختصرة، قضية محدودة، أن يكون للإنسان مثلا موعد مهم مع شخص يحبه، مع شخص مهم تربطه به رابطة عاطفية، رابطة مالية، رابطة سياسية، رابطة عقائدية، فيحاول الالتزام بذلك الموعد ويذهب في نفس الوقت لأي شيء، لأنه كان مهتما بهذا الموضوع. لماذا كان مهتما؟ لأنه كان عارفا بعاقبة هذا الأمر، بأهمية هذا الأمر. حينما ندرك بأن الحياة الدنيوية محدودة، وأن مجال العمل والحركة محدود، وأن الإنسان لا يستطيع أن يرجع الزمن، الزمن الذي يمر لا يستطيع أن يرجع الإنسان، وكلما مر الزمن من دون عمل فتلك خسارة في حياة الإنسان، لا يستطيع أن يعوض تلك الخسارة. إذا أحس الإنسان بقيمة الدنيا وضيق الدنيا، محدودية الدنيا، وأحس بمحدودية الزمن، وأحس بأهمية العمل أو العلم كالمثال الذي ذكرته في الرسالة في قضية طلب العلم، إذا أحس بأهمية هذه الأمور وما يترتب على ذلك من عواقب دنيوية أو عواقب أخروية، أعتقد أن الإنسان سيندفع حتى لو لم يملك القدرة البدنية. ولذلك عندنا في الروايات في كلمات سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه ماذا يقول؟ يقول: ما ضعف بدن ما قويت عليه النية. هذه الكلمة تختصر لنا علم النفس بكله، وتختصر لنا علم الطب بكله. ما ضعف بدن عما قويت عليه النية. حينما تكون النية قوية، العزيمة قوية، فإن الأبدان حتى لو كانت ضعيفة لن تضعف، لأن النية هي التي ستحركها. ولذلك المتنبي هو يأخذ هذا المعنى من كلام أمير المؤمنين. الحكمة الموجودة في شعر المتنبي كلها مأخوذة من كلام أمير المؤمنين، وإن لم يشر إلى هذه الحقائق، حينما يقول: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. يعني أن الأجسام ستلاحق النفوس وإن تتعب. فإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، أو حين يخاطب سيف الدولة: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. ما ضعفت الأبدان لا يضعف البدن إذا قويت النية. حينئذ تتحمل الأبدان حتى وإن كانت ضعيفة. أمنياتي لك بالنشاط وبالتوفيق أخي أبو محمد، أسألك الدعاء والزيارة. رسالة من الأخ عمار محسن من السويد، بحسب ما مكتوب عندي هنا في الأوراق: بعد السلام والتحية، يطالبني بأن أشرح دعاء العهد. أنا أبادلك الدعاء والتحية والأمنيات لك بالتوفيق أخي عمار محسن من السويد، وأقول لك إني لا أعدك بأن أشرح دعاء العهد بالتفصيل، لكنني أعدك بأني سأشرحه بشكل مجمل في برنامج الحجة ابن الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. في الحلقات القادمة سأتناول هذا الموضوع بحسب ما يسنح به المقام. دعائي لك بالتوفيق، أمنياتي لك بالنجاح، رسالتك جميلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق مناك. رسالة من الأخ إبراهيم شحاتة، بحسب ما
يبدو الاسم مكتوب باللغة الإنجليزية، المكان غير مذكور أيضا. الأخ العزيز إبراهيم شحاتة رسالة طويلة تشتمل على مجموعة من الأسئلة، يقول أنا شاب وطالب هندسة وعندي هذه الأسئلة. السؤال الأول يسأل عن رأي الأئمة في دراسة الطبيعيات، العلوم التجريبية أي الدراسات الأكاديمية. أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين رأيهم هو رأي الحكمة، ورأيهم هو رأي الاتزان ورأي المنطق. دراسة هذه العلوم من الضرورات التي تحكم الحياة، إن كان في الزمن الماضي أو في زماننا هذا أو في المستقبل. أهل البيت لا يطالبون الناس أن يدرسوا بكاملهم العلوم الدينية. العلوم الدينية تمثل حاجة من الحاجات، الآداب تمثل حاجة من الحاجات، الفنون تمثل حاجة من الحاجات، العلوم الطبيعية والعلوم التجريبية أيضا تمثل حاجة من الحاجات. الاستخلاف على الأرض لا يعني أن الإنسان يبقى مصليا قائما راكعا ساجدا أبدا، هذا تصور ساذج ومحدود لمعنى الحياة على الأرض. الحياة على الأرض والخلافة على الأرض تعني الإعمار، وإعمار الأرض ماذا يعني؟ إعمار الأرض يعني التنمية في كل جانب، التنمية في الإنسان، التنمية في الجانب الروحي والمعنوي في حياة الناس، التنمية في الحياة اليومية في العمران، التنمية في هذه التقنيات وفي التكنولوجيا، التنمية في الاقتصاد، تنمية في السياسة، تنمية في الثقافة، في الآداب والفنون. حتى الآداب والفنون هي من ضرورات الحياة. المجتمعات الذي يحافظ على الذوق العام فيها الآداب والفنون، أنا أتكلم بشكل مجرد، ربما تكون الآداب والفنون تتجه في اتجاه سيء، تتبنى نظريات سيئة، هذا أمر آخر، أنا أتحدث في الخطوط العامة المجردة. مثل ما علم الدين يعلم الإنسان الطريق الذي يتعامل فيه أو يصل فيه إلى الله سبحانه وتعالى، الآداب والفنون تحافظ على السليقة وعلى الذوق الثقافي للإنسان. العلوم التجريبية هي التي تساعد الإنسان على تسهيل الحياة. الآن التكنولوجيا كم كانت لها من الأيادي في رفاهية الحياة وفي تقريب البعيد وفي تسهيل الأمور الصعبة، وكلما تتقدم التكنولوجيا كلما تكون الحياة أسهل. قطعا ما من شيء إلا وله سلبيات وله إيجابيات، كل شيء في هذا العالم الذي يحيط بنا له منافع وله مضار، لكن يبقى ذكاء الإنسان هو الذي يستطيع أن يجعله ينتفع من المنافع يتجنب المضار. القضية لا أعتقد أنها بحاجة إلى تشريع. العلوم التجريبية، العلوم الأكاديمية، علوم الطبيعيات من العلوم المهمة جدا، ونحن في مجتمعنا الإسلامي ونحن في دائرة أتباع أهل البيت بحاجة إلى خبرات وإلى كفاءات في هذا الاتجاه. وهي بالمناسبة أيضا من السبل ومن الطرق التي يمكن للشباب من خلالها أن يكونوا دعاة لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السؤال الثاني يقول: ماذا تنصحون الشباب المؤمن؟ أكثر من مرة أنا تحدثت في هذا الموضوع، بشكل مختصر أقول نصيحتي لإخواني ولأخواتي ولأبنائي وبناتي من محبي أهل البيت
صلوات الله وسلامه عليهم. أختصر الكلام في ثلاث نقاط. النقطة الأولى وهي الأهم، البحث والمتابعة في معرفة أهل البيت، في معرفة إمام زمانهم. والنقطة الثانية الاهتمام بالتحصيل العلمي وبالحصول على الشهادات العالية، على الشهادات الجامعية. ليس المهم الشهادات، الشهادات إنما هي كاشفة عن المستوى العلمي الذي وصل إليه الإنسان. والنقطة الثالثة، من لم يكن في باب التخصصات العلمية، الاهتمام بالمواهب والحرف والفنون والإبداعات التي من خلالها يمكن أن يتكامل البناء المجتمعي والبناء الاجتماعي. هناك أسئلة أخرى كتبها الأخ إبراهيم شحاتة حول ما يفهمه من الآيات القرآنية، لأن هذه الأسئلة فيها شيء من الخصوصية تخصه، أنا لا أشير إليها. إذا كان هناك سبيل للتواصل معك أخي إبراهيم، أو سنحت الفرص أن يكون لي حديث معك بشكل مباشر، إن شاء الله تعالى أنا أجيبك على هذه الأسئلة، لأن هذه الأسئلة فيها شيء من الخصوصيات، وإذا أردت أن أطرحها على التلفزيون لابد أن أتوسع فيها، بينما قد تكون الكثير من هذه الموضوعات واضحة بالنسبة لك، مجرد إجابات سريعة تكفيك. رسالة من الأخت العزيزة الفاضلة من العراق، من الكوفة، باب الرجاء الموسوي. أبادلك أختي العزيزة الفاضلة التحيات والسلام، دعائي لك بالتوفيق ولوالديك وبالخصوص لوالدتك الموقرة الفاضلة. رسالة فهمتها، والشيء الذي أشرت إليه في الرسالة ما هو بجديد علينا بشكل عام وعلي بشكل خاص، وأقول لك أختي الفاضلة في أمثالنا العراقية يقولون المبلل ما يخاف من المطر، فأنا وأمثالي ليس في مرحلة المبلل، نحن غارقون، المبلل ما يخاف من المطر، فما بالك بالغارق وبالغاطس وبالغائص. تحياتي وسلامي لك وللعائلة الكريمة، وأسألك الدعاء في هذه الأيام، وأسألك الدعاء أيضا في الأيام القادمة في أيام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. أعود بالحديث إلى أبو جاسم إذا كان عندك شيء. أبو نعم. جاسم تفضل بين. إشارة سريعة قبل أن كما وضح سماحة الشيخ أنه يوم غد إن شاء الله هي الحلقة الأولى من برنامج الملف العلوي كما مبين في الصفحة الرئيسية للموقع، نلاحظ معنا الآن في هذا الإعلان. علي 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 مولاي.
أيضا للإخوان اللي يسألون عن تسلسل عرض أهم البرامج اللي تعرضها شاشة قناة المود من خلال صفحة الأرشيف. تمام، لاحظ الآن على الشاشة أسفل صفحة الأرشيف جدول يبين بألوان لكل هذه البرامج. على سبيل المثال برنامج الزيارة الجامعة الكبيرة، برنامج الزيارة الجامعة يبين أوقات عرض هذه الحلقات، الحلقة الأولى، الاثنين كما هو مبين الآن، وأيضا الإعادات وتواريخ العرض على الجانب الأيسر. لكل برنامج حقل خاص بي، يمكن زيارة ويمكن التواصل، وهذه الصفحات أيضا في الأسبوع القادم راح تكون موصلة لكل برنامج، لينكات خاصة بها وتوصل لكل برنامج من هذه البرامج. أعود بالكلام إلى الأستاذ ناوى سماحة الشيخ الغزي. قلت في بداية الحديث عن الرسائل، رسالة من الأخ حيدر 33A، والتي يسأل فيها عن دليل من غير الكتب الشيعية حول قضية السجود. يقول أنا أدخل في، يبدو من كلامه أنه يحاجج أشخاصا من غير شيعة أهل البيت في هذا الموضوع فيريد دليلا. الحقيقة أن هذه الموضوعات لا أريد أن أدخل فيها كثيرا، ولكنني وعدت الأخ العزيز حيدر أن أجيب على سؤاله. أنا أقول للأخ العزيز حيدر ولبقية الأخوان، هذه المحاججات لا فائدة فيها، والأدلة الموجودة في كتب القوم كثيرة جدا، ليس في هذه القضية فقط، في كل قضية. لكن المسألة ما زال أهل البيت يريدون شيئا، القوم لا يريدون ما يريده أهل البيت. القضية هنا، أنا الآن أتيك بأمثلة بنماذج. هذا صحيح البخاري، هذا صحيح البخاري، هذه طبعة دار صادر. في كل مرة أنا أتي بنفس هذه الطبعة وأذكر تفاصيلها، سوف أذكر الباب، يمكن أن ترجع إلى نفس الباب لأنه طبعات صحيح البخاري مختلفة. اذهب إلى صحيح البخاري كتاب التيمم، في كتاب التيمم في الباب الأول، في كل طبعات صحيح البخاري بحسب الطبعة، طبعة دار صادر صفحة 71 والحديث رقم 335، لكن في كل طبعات صحيح البخاري موجود كتاب التيمم الباب الأول. الرواية الثانية مرقمة هنا 335 ومذكورة أيضا في الحديث 438 والحديث 3122 بسنده، وهذا صحيح البخاري بسنده. أخبرنا جابر بن عبد الله وهو يتحدث ينقل حديث النبي، أعطيت خمسا إلى أن يقول وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. جعلت لي الأرض، الأرض جعلت له مسجدا وطهورا، مكان يسجد عليه. ما قال جعلت لي الفرش أو الأقمشة، قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. طهورا إشارة إلى التيمم، مسجد مكان يسجد عليه ويصلى عليه. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، بقرينة الطهورة إشارة إلى التراب، حديث عن التراب هنا. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يعني الأرض بأي صفة، ليش بصفة مكان عليه فراش،
بصفة الأرض التي هي تراب بقرينة وطهورة، طهورة إشارة إلى التيمم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هذا الحديث في صحيح البخاري في باب التيمم الباب الأول. في باب آخر في كتاب الاعتكاف، أخرج معي في صحيح البخاري كتاب الاعتكاف بحسب الطبعة الموجودة صفحة 350، الحديث رقم 2027 بحسب الطبعة الموجودة، لكن إذا رجعت إلى أي طبعة في كتاب الاعتكاف في الباب الأول، باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها، الرواية 3 من روايات هذا الباب، رقمها بحسب هذه الطبعة 2027، الرواية عن أبي سعيد الخدري ينقل عن النبي في قضية اعتكافه في الليالي العشر الأواخر، وكانت السماء ماطرة ونزل المطر داخل المسجد، يقول فوقف المسجد، ما نقرأ الرواية بكاملها فقط موطن الشاهد، فوقف المسجد يعني خر المطر، فماذا فعل رسول الله؟ والأرض صارت طين، يقول فبصرت عيناي رسول الله على جبهته أثر الماء والطين من صبح 21، كان ساجد على الطين، حتى مع وجود الطين ما سجد على ثوبه، ما سجد على شيء آخر، سجد على الطين. فوقف المسجد فبصرت عيناي رسول الله على جبهته أثر الماء والطين من صبح إحدى من صبح، يعني من صلاة الصبح في يوم 21، صلى صلاة الصبح على الطين. وطبعا الرواية ليس فقط في صحيح البخاري وليس في هذا المكان، حديث 669 نفس الشيء، وحديث أخرى أيضا موجودة في صحيح البخاري، هذا صحيح البخاري صحيح مسلم. هذا صحيح مسلم طبعا دار صادر أيضا نفس التفاصيل التي ذكرتها في الحلقات الماضية، لكن لنذهب إلى عناوين الكتاب، ربما طبعات مختلفة. اذهب إلى صحيح مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة، كتاب المساجد ومواضع الصلاة بحسب الطبعة التي عندي صفحة 187 حديث 1176 وحديث 1178، وهذا الحديث أيضا مذكور في البخاري، نفس هذا الحديث الذي سأقرأه عليكم، وهو الحديث الذي مر ذكره وغيره أيضا. وجعلت لي الأرض طيبة عن النبي صلى الله عليه وآله، عن جابر بن عبد الله الأنصاري، وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا، فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان، صلى على الأرض على التراب بقرينة جعلت لي الأرض طيبة طهورا، إشارة إلى التيمم، ومسجدا. رواية ثانية في نفس الصفحة عن حذيفة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، كلها كل الأرض بمساحتها وبترابها، وجعلت تربتها لنا طهورا. والروايات عديدة، هذه نماذج، أنا هنا لست في مقام الاستقصاء في روايات البخاري ومسلم، هذه نماذج. هذا سنن النسائي، وسنن النسائي أيضا من صحاحهم، من صحاح القوم المعروفة. هذه الطبعة التي بين يدي هي طبعة دار إحياء التراث العربي، طبعة جديدة مدققة ومصححة، سنن النسائي بحسب هذه الطبعة صفحة 186 مع اختلاف الطبعات. اذهب إلى باب تبريد الحصى للسجود عليه، باب عنوانه باب تبريد الحصى للسجود عليه، الرواية عن جابر بن عبد الله، كنا نصلي مع رسول الله
صلى الله عليه وآله الظهر، فآخذ قبضة من حصى في كفي أبرده. حتى مع حرارة الأرض كان المسلمون يصلون على الأرض، هذه كتبهم، ما هذا الكافي ولا الفقيه. كنا نصلي مع رسول الله الظهر، فآخذ قبضة من حصى في كفي أبرده، الحصى حار، ثم أحوله في كفي الآخر، فإذا سجدت وضعته لجبهتي. يأخذ الحصى بيده لما يريد للصلاة، لأن الحصى حار، يأخذ حصى يبرده يحوله باليد الأخرى، لما يسجد يضعه على الأرض ويسجد عليه. كنا نصلي مع رسول الله، كانوا هكذا يفعلون. الظهر، باعتبار الظهر في الحجاز الحرارة عالية، درجة الحرارة عالية، فآخذ قبضة من حصى في كفي أبرده ثم أحوله في كف الآخر، فإذا سجدت وضعته لجبهتي. هذا كتاب آخر، وهو من أهم كتب الإسلام كما يقولون، كتاب الموطأ لمالك بن أنس إمام المذهب المالكي. وهذه الطبعة، طبعة دار الكتب العلمية بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، صفحة 128، باب مسح الحصباء في الصلاة. يمكن أن ترجع إلى الفهرس إذا كانت الطبعة عندك مختلفة. باب مسح الحصباء، الحصباء هو الحصو، باب مسح الحصباء في الصلاة. عن أبي جعفر القارئ أنه قال: رأيت عبد الله بن عمر إذا أهوى ليسجد مسح الحصباء، يعني يسجد على الحصو، مسح الحصباء لموضع جبهته مسحا خفيفا. هو يستدل بهذه الرواية على استحباب مسح الحصباء، أن المصلي إذا سجد على الحصو يستحب له أن يمسح الحصو مسحا خفيفا. رأيت عبد الله بن عمر إذا أهوى ليسجد مسح الحصباء لموضع جبهته مسحا خفيفا. ورواية عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن أبا ذر كان يقول: مسح الحصباء مسحة واحدة وتركها خير من حمر النعم. حمر النعم يعني الإبل الكثيرة. يقول بأنه يجوز مسح الحصباء مسحة واحدة والترك أفضل. طبعا ذكر هنا بأن هذه الرواية موجودة في سنن أبي داود، وهو من صحاحهم أيضا، وذكر أرقام الصفحات، وذكر الترمذي أيضا، وذكر النسائي أيضا، وذكر ابن ماجه، وهذه كلها صحاحهم. يعني هذه الروايات موجودة في سنن ابن ماجه، في النسائي، في الترمذي، وفي أبي داود. وأنا قلت قبل قليل هذه القضايا واضحة. الغريب يشكل علينا لأننا نسجد على تربة الحسين عليه السلام، لكن أنا أقول ارجعوا إلى كتاب بداية المجتهد لابن رشد الجزء الأول، هو ينقل بأن أبا حنيفة يجوز السجود على العذرة. العذرة واضح معناها، العذرة يعني فضلات الإنسان، وهذا ليس كتاب شيعي، بداية المجتهد لابن رشد في الجزء الأول يشير إلى أن أبا حنيفة يجوز السجود على العذرة. في قصة القفال المروزي، المحاورة التي بسببها محمود ابن سبكتكين غير مذهب إمارته. محمود ابن سبكتكين كانت له إمارة في خراسان، أمير معروف مذكور في كتب التاريخ، وكان حنفي المذهب، والمناقشة معروفة مذكورة، مناقشة القفال المروزي من علماء الشوافع مع علماء الأحناف، فقال له: أصلي لك صلاة على مذهب الشافعي وعلى مذهب أبي حنيفة. لما صلى على مذهب أبي حنيفة طلب أن يؤتى بعذرة، طبعا مكتوب في بعض كتب الأحناف أنه يسجد على العذرة اليابسة ليس العذرة الرطبة لئلا تسر النجاسة.
في هذه القصة مذكورة في وفيات الأعيان لابن خليكان، لكن ليس الطبعة الآن الموجودة بتحقيق الدكتور حسان عباس. أنا قرأتها في طبعة أخرى، الطبعة الأقدم من طبعة إحسان عباس لوفيات الأعيان لابن خليكان، مذكور في هذه القضية في مناقشة القفال المروزي. الآن في هذه الطبعة محذوف هذه القضية، لكن في بداية المجتهد لابن رشد وفي غيره مذكور هذا الأمر، أن أبا حنيفة يجوز السجود على العذرة. لم نسمع من أحد أنه يحتج على العذرة، على جواز السجود على العذرة. نحن نسجد على التربة بشكل عام وعلى التربة الحسينية لورود نصوص عندنا فيها. وأنا أقول أخي حيدر، هذه الموضوعات لا فائدة من البحث فيها، حتى لو جئت لهم بمئات الأدلة، القضية قضية عداء مع أهل البيت عليهم السلام. أي شيء يفعله أهل البيت القوم يخالفونهم، وهذه المسألة واضحة، وإلا هذه النصوص واضحة في صحيح البخاري، صحيح مسلم، هذا الموطأ، سنن النسائي، وموجود في سنن أبي داود، في الترمذي وفي غيره. أنا جئت هنا بأمثلة بنماذج فقط، وإلا عندي موجود عندي سنن النسائي وسنن أبي داود، موجودة كل هذه، هذا سنن النسائي موجود، أنا جئت بمثال، موجود مواطن أخرى أيضا. فالقضية واضحة جدا وبينة وما تحتاج إلى كلام طويل. لذلك أنا إن شاء الله في الحلقات القادمة أحاول أن أتجنب الخوض في مثل هذه المطالب لعدم فائدتها. أعود أكمل بقية الرسائل ثم أعود إلى الجواب عن الأسئلة التي دارت حول قضية وحدة الوجود. هناك رسالة من الأخ علاء الربيعي. الأخ علاء الربيعي من بغداد، رسالة طويلة، أبادلك أخي علاء التحيات والسلام وأمنياتي لك بالتوفيق، وأعيدك أيضا بعيد الغدير كما عيدتنا به. السؤال الذي سألتني إياه لم أكن متواجدا في هذه الفترة في عمان، التاريخ الذي ذكرته أصلا أنا لم أزور عمان، يعني طيلة حياتي، فلم أكن متواجدا في مدينة عمان في هذه الفترة. وما تقول بأنه كنت رأيت شخصا يشبهني في الشكل، هناك تشابه في أشكال الناس، لم أكن متواجدا في عمان في هذه الفترة التي أشرت إليها. دعائي لك بالتوفيق وسلامي لك أخي علاء وللعائلة الكريمة. رسالة من الأخ محسن من العراق، الرسالة قصيرة، وهو يكتب لنا شيئا على سبيل النصيحة أو التحذير، يكتبه بالحسجة. يقول الأخ محسن، مع تحياتي للأخ محسن وسلامي ودعائي له بالتوفيق، يقول: ديروا بالكم ترى الزور بواوية هواية. أنا أجيبه على نفس الحسة، ويبدو من هذه الحسة حسة فراتية ديوانية سماوة، هذه المناطق يبدو من هذه الحسة. أنا أقول للأخ محسن، أجيبه بنفس الحسة التي وجه إلينا الرسالة بها. أقول: أخي محسن، الزور زورنا وإحنا نعرف كنها بيرة، وإذا أكو واوية إحنا نعرف نصيد الواوية، الواوي لابد نطلعه ونصيده. وأجيبك أخي محسن، أقول: نحن لا نبغي شيئا في عملنا هذا، كما قلت في الحلقة الماضية، نحن لا نمثل إلا أنفسنا، لا نمثل جهة، ولا نملك أي مشروع، لا مشروع سياسي ولا مشروع اقتصادي
ولا مشروع اجتماعي، أصلا لا نملك أي مشروع. نحن مجموعة من خدمة الحسين صلوات الله وسلامه عليه، غاية ما في الأمر نحاول أن نرفد الساحة الشيعية، نحاول أن نرفد شيعة أهل البيت بينما نتمكن أن نرفدهم به من حديث أهل البيت، من فكر أهل البيت صلوات الله عليهم. والحقيقة وأنا قلتها سابقا، لا ندري في أي وقت يمكن أن يتوقف عملنا هذا، لأن الإمكانات التي نمتلكها محدودة، متى ما توقفت إمكاناتنا يتوقف هذا العمل. لا نملك مشروعا معينا ولا هدفا سياسيا ولا هدفا اجتماعيا معينا أبدا. لذلك نحن لا نخشى من شيء، لأننا لا نبيت شيئا في بواطننا. رسالة من مع تحياتي وسلامي للأخ محسن، رسالة من الأخ العزيز الشيخ أياد الوائلي، أخي وعزيزي الشيخ أياد الوائلي، أنا اتصلت بك أكثر من مرة ولم أستطع أو لم أوفق لأن أتحدث معك، مع ذلك أحاول، رسائل عديدة وصلت، أنا فقط أحاول مرة واحدة 3 مرات مع التليفون، لكن لأنك أرسلت رسائل كثيرة وعديدة أنا سأحاول مرات أخرى، وإن كان أكثر من مرة حاولت أن أتصل فيك، أرقام التليفونات موجودة عندي وهذه موجودة، مكتوب رقم الهاتف النقال، وأنا على هذا الرقم اتصلت أكثر من مرة، ومكتوب أيضا أرقام تليفونية أخرى. الحقيقة الأرقام التليفونية الأخرى أنا ما اتصلت عليها، اتصلت على رقمك أكثر من مرة ولم أتمكن من الحديث معك، أحاول مرة أخرى. سلامي ودعائي وتحياتي لك ولجميع الأخوان الذين هم بقربك، أسألكم الدعاء والزيارة. رسالة من الأخ العزيز الدكتور محمد العيساوي من النجف الأشرف، جراح اختصاصي كما كتب في الرسالة. أخي وعزيزي الدكتور محمد، سلامي وتحياتي لك ودعائي لك بالتوفيق، لا تنسانا من الدعاء ومن الزيارة عند سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه. تقول بأنك ترجو أن نقبلك صديقا، أنت أخ عزيز وأكثر من صديق، نحن إخوتك هنا وأنا خادمك. رسالة من الأخ العزيز الذي عنون اسمه من العراق أيضا، خادم العترة العنبقي. السؤال الأول فيه مجموعة من الأسئلة. السؤال الأول، نعم هذا أمر جائز الذي سألت عنه، بل مستحب، بل هناك من فقهائنا من يذهب إلى وجوبه في العمر ولو مرة واحدة. وسؤال آخر، سألت عن قضية أن النبي صلى الله عليه وآله استشهد مسموما، هذه قضية معروفة حتى في كتب المخالفين لأهل البيت، هذه القضية مذكورة أن النبي مات مسموما، لكن الاختلاف فيما بيننا وبينهم في التفاصيل، ما أشرت إليه مذكور موجود في تفسير العياشي وفي غيره من كتبنا. سألت عن كتاب بحار الأنوار، هل أنه جامع لكل أخبار أهل البيت؟ أقول لا، كتاب بحار الأنوار أولا ليس مشتملا على الكتب الأربعة، التهذيب، الاستبصار، الفقيه والكافي، هناك قسم قليل من روايات الكتب الأربعة موجود في البحار، أكثر روايات الكتب الأربعة غير موجودة في بحار الأنوار، وحتى هناك كتب أخرى رواياتها غير موجودة في كتاب بحار الأنوار، وهناك مستدركات موجودة على كتاب بحار الأنوار. أنا شخصيا اطلعت على عدة مستدركات موجودة كتبها علماؤنا على كتاب بحار الأنوار، منها مثلا عوالم العلوم المستدرك على بحار الأنوار، منها سفينة البحار ومدينة الآثار للشيخ عباس القمي، وكتب أخرى أيضا، كتاب آخر للشيخ النمازي الشاهرودي أيضا
في مستدركاته على بحار الأنوار وكتب أخرى. هناك أكثر من كتاب كتب استدراكا على بحار الأنوار. كتاب بحار الأنوار يشتمل على قسم كبير، قسط وفير جدا وكثير جدا من روايات أهل البيت، لكنه لا يشتمل على كل أخبار أهل البيت. وهناك سؤال آخر هو سؤال شخصي، إذا صار توفيق أن أتصل بك أخي العزيز أنا سأجيبك على هذا السؤال. بعض المسائل الشخصية ليس من المستحسن أن أثيرها في القناة، مسائل شخصية يعني تخص الأشخاص أنفسهم أو تخص حالات معينة مرتبطة بهم، لا أجد مناسبا أن أطرحها، ربما هم لا يقبلون بذلك أيضا. هناك رسالة من الأخ الفاضل العزيز ربيع غضبان العاملي، رسالة طويلة يبدو أنه يعيش في ألمانيا أو هولندا، في ألمانيا وهولندا. أقول أخي وعزيزي أبو عباس، تحياتي وسلامي لك، وأنا سأحاول أن أتصل بك في أسرع وقت، اليوم، غدا، بعد غد، خلال هذين اليومين أتصل بك إن شاء الله وأجيبك على الأمر الذي سألته بحول الله تعالى وقوته. رسالة من الأخ فائق العراقي، المكان لم يذكر في الرسالة، يسأل عن دعاء علقمة. ودعاء علقمة معروف، موجود في مفاتيح الجنان، عن هذه الفقرة: خاب من كان جاره سواك ومغيثه سواك ومفزعه إلى سواك ومهربه إلى سواك، إلى أن يقول: ومن جاه من مخلوق غيرك. السؤال: ما هو موقع مخلوق في هذه العبارة؟ لأنه يفهم كأنه ينسب المخلوقية إلى الله سبحانه وتعالى. يعني هذا التصور تصور خاطئ بالنسبة لهذا الدعاء أخي وعزيزي فائق. نحن حينما نذهب إلى دعاء علقمة، الدعاء الذي يستحب قراءته بعد زيارة عاشوراء، لو تقرأ معي: خاب من كان جاره سواك، من هو سوى الله؟ أليس المخلوقين؟ الحديث عن المخلوقين هنا. خاب من كان جاره سواك، جاره سواك، سواك هم المخلوقون. ومغيثه سواك، يعني من جعل المخلوقين هم سببا لإغاثته. ومفزعه إلى سواك، سواك هنا أيضا الحديث عن المخلوقين. ومهربه إلى سواك، سواك الحديث عن المخلوقين. وملجأه إلى غيرك، أن الإنسان يلجأ إلى غير الله لمن؟ أيضا للمخلوقين. ومن جاه من مخلوق غيرك، نفس الكلام، الكلام الموجود في العبارات وفي الفقرات السابقة، لأنه هو إما خالق وإما مخلوق، الخالق واحد، غير الخالق من الموجودات هي مخلوقة، والإنسان يلجأ إليها، الدعاء يذم هذا المعنى. إذن ماذا تقول في سورة المؤمنون؟ حينما نذهب إلى سورة المؤمنون، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، إلى أن يقول: ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. يعني هناك أكثر من خالق. هل يعني حينما قالت الآية فتبارك الله أحسن الخالقين أن هناك أكثر من خالق يخلق كخالقية الله؟ قطعا لا، وإنما عبر عن المخلوق هنا بالخالق. اللغة محدودة والعبارات محدودة، وحين يكون الحديث عن الله سبحانه وتعالى
تكون العبارات واللغة ضيقة، فحينما يأتي الدعاء هنا ويقول ومن جاه من مخلوق غيرك، ارفع كلمة مخلوق تكون ومن جاه من غيرك، مثل ما مر في الكلمات السابقة. هذه مجرد شبهة تطرأ في الذهن حين مواجهة الألفاظ، وإلا العبارات السابقة نفس الشيء. خاب من كان جاره سواك ومغيثه سواك ومفزعه إلى سواك ومهربه إلى سواك وملجأه إلى غيرك ومن جاه من مخلوق غيرك. العبارات نفس المعنى والكلام على نفس الطريقة ونفس الاتساق. ومثل ما وصفت الآية هنا فقالت أحسن الخالقين، لا يعني أن الذي قيل له خالق هو خالق كالباري سبحانه وتعالى، وإنما تعطى له هذه الصفة بدرجة من الدرجات، بمستوى من المستويات. أعتقد أن المعنى بهذا النحو بات واضحا، وإذا الكلام يحتاج إلى توضيح ربما إذا أرسلت إلينا رسالة أخرى في نفس هذا الموضوع أتحدث أكثر عن هذه القضية. سلامي ودعائي لك وتحياتي أخي فائق. رسالة من الأخ عبد الرضا كناني أو كناني من إيران. عبد الرضا كناني من إيران يقول هل يمكن أن نثبت الإمامة من خلال آيات القرآن الكريم؟ نعم يمكن هذا، لكن يبقى الحديث هل أن أسماء الأئمة ذكرت في القرآن أو لا؟ أرجعك إلى بعض حلقات برنامج حديث المودة وهو موجود على موقع القناة الإلكتروني، ادخل على برنامج حديث المودة، هناك أكثر من حلقة يمكن أن تستفيد منها بهذا الخصوص. رسالة من الأخ العزيز أحمد حسن، وكتب لنا أبو ذية جميلة يقول ربح كل من إجا الزهرة ووصلها، الرحم هي وفرض واجب وصلها، نبينا بالمودة وصى إلها، ومودتنا المودتكم وصية. تحياتي وسلامي لك الأخ أحمد حسن، ودعائي لك بالتوفيق، أسألك الدعاء والزيارة. رسالة من الشيخ الفاضل باسم الفرطوسي يسأل عن زيارة الناحية المقدسة صحيحة أم ضعيفة. أقول عزيزي وشيخ الفاضل باسم الفرطوسي، زيارة الناحية المقدسة إذا كان السؤال عن أنها صحيحة أو ضعيفة من جهة مراعاة قواعد ما يسمى بفن الدراية المتعارفة والرسمية، نعم الزيارة توصف بالضعف إذا كنا نراعي هذه القواعد، ولكن هناك سؤال من قال بأن هذه القواعد سليمة وصحيحة؟ الزيارة يتلقاها الكثير من علمائنا بالقبول، قوة المتن، قوة المعاني الموجودة فيها، وهناك إشارات وقرائن تشير إلى أن هذه الزيارة من زيارات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومع ذلك هذا المطلب بحاجة إلى تفصيل أكثر، لأن هذا المطلب يعتمد على الميزان أو الأساس الذي يعتمد في التصحيح وفي التضعيف. لكن أقول إذا كان المراد من وصف الزيارة بأنها ضعيفة من جهة القواعد والأشياء المرسومة، القوانين المرسومة في فن الدراية، نعم يقال لهذه الرواية أو لهذه الزيارة زيارة ضعيفة. رسالة من الأخ العزيز الفاضل حامد الرماحي، رسالة طويلة وفيها سؤال ما هو معنى أرش الخدش أو الخدش و
وكيف نطبقه ونفهمه في مجتمعنا. هذه الكلمة يأتي ذكرها في الروايات إشارة إلى أدق الأمور، أدق التفاصيل. الأرش هو الدية، والخدش أو يقال يقرأ هكذا أرش الخدش، وهو الصحيح الدقيق أرش الخدش، ويمكن أن يقال الخدش على أساس المصدر، لأن الخدش مصدر والخدش هو نفس الجراحة التي تحدث في البدن. الخدش يعني هذه الجراحة الصغيرة التي تحدث في بشرة الإنسان، مثل ما الإنسان مثلا أن يكون عنده مثلا ظفر ويحرك الظفر على بشرته، هذا الخط أو هذا الأثر يقال له خدش. الخدوش معروفة، الأرش هو دية الخدوش، يعني إنسان حينما يخدش إنسانا هناك في الشريعة دية لهذا الخدش، يسمى بماذا؟ بأرش الخدش، وهو المقدار المالي الذي يكون دية أو عوضا عن هذا الخدش أو الخدش الذي يصيب الإنسان. لا يوجد له تحديد بالتدقيق باعتبار أن الخدوش كثيرة جدا، يمكن أن تكون أشكالها وعمقها. هذه القضية يرجع فيها للقواعد الشرعية العامة، وذلك بالرجوع إلى القاضي الحاكم الشرعي، وبالرجوع كذلك إلى التحديد العرفي بالاعتماد على خبرة الأطباء، خبرة الحكماء في المجتمع، وأمثال هذه الأمور التي من خلالها يمكن أن تحدد. أما المراد كيف نطبقه ونفهمه في المجتمع فلا أدري ما المراد من ذلك، هذه قضية تدخل في باب القضاء. إذا أردنا أن نطبقها في المجتمع فهذه القضية ناظرة إلى يعني حقوق الناس بشكل دقيق بشكل تفصيلي، بحيث أنه حتى الأمور الجزئية الصغيرة يعني هذه أمور فيها وعليها ولها حساب وكتاب. سلامي ودعائي لك أخي العزيز حامد الرماحي، ويبدو من الرسالة أنه في سوريا، عراقي يعيش في سوريا. رسالة أخرى من الأخ، لا أدري هل هو عبد السليم عبد السلام، رسالة تبدو أنها من المغرب، والأخ العزيز عبد السلام أو عبد السليم مكتوب باللغة الإنجليزية، يعني لا أدري هل هو عبد السلام أو عبد السليم. رسالة من الأخ في المغرب، وهو يطلب منا أن نعرض برامج باللغة أو باللهجة الأمازيغية، يقول لأنه هناك الكثير من الشباب من محبي أهل البيت ممن لهجتهم أمازيغية. أخي العزيز عبد السلام عبد السليم، نتمنى أن نكون قادرين على ذلك، لكن في الوقت الحاضر هذه القضية بالنسبة لنا متعسرة حقيقة، لكن إذا تمكننا من ذلك تكون هناك فيها فائدة ومنفعة لإخواننا وأعزائنا من الأمازيغ من محبي أهل البيت في المغرب العربي في شمال أفريقيا، فسرورنا أن نكون في خدمتهم. دعائي لك بالتوفيق، سلامي وتحياتي لك ولجميع الأخوة المؤمنين بقربك. رسالة من لندن من الأخت العزيزة الفاضلة فاطمة. الموضوع أختي العزيزة فاطمة أنا فهمته، الموضوع فيه شيء من الخصوصية، فيه حديث عن أطفال، أنا إن شاء الله أتابع هذا الأمر، لكن الأمر الحقيقة يعني
لا يكون هناك توقع أن لي مدخلية فيه. هذه قضية تطوعية، وأنا سوف أتابع الأمر إن شاء الله تعالى. دعائي وسلامي وتحياتي لك وقبلاتي للأطفال، وأسألك الدعاء والزيارة. هناك مجموعة كثيرة من الرسائل، أرجع إلى سؤال الأخ حارث ماجد ياسين، وهو عفوا سؤال سيد إبراهيم الموسوي. الأخ حارث ماجد ياسين قرأت رسالته في أول البرنامج. الأخ السيد إبراهيم الموسوي يقول: أود معرفة نظرية وحدة الوجود بشكل موجز وأنواع هذه النظرية، أي من قال بوحدة الوجود ووحدة الموجود بأنواعها، وأهم العلماء الذين اتبعوا هذه النظرية، وإذا كان بالإمكان يتحدث في كلامه، يريد أن يعرف رأيي وما يترتب على من يؤمن بهذه النظرية. نفس الشيء هنا الكلام من الأخت دينا النعمة، تسأل عن موضوع وحدة الوجود والموجود، تقول: وهل الإمام الخميني كان يحمل هذا الفكر؟ لأن أنا بصراحة قرأت كتاب مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية، ولكني لم أفهم منه شيء، وعندما سألت البعض أجابوني بأن الذين يحملون هذا الفكر لا تكون كتاباتهم مفهومة إلا للذين هم من فئتهم، فأرجو التوضيح وشكرا. بالنسبة لكتاب مصباح الهداية للسيد الخميني رضوان الله تعالى عليه الذي تسأل عنه الأخت دينا النعمة، كتاب تخصصي، وهو متن من المتون، والمتون عادة تكتب بإصطلاحات. المتون في الكتب العلمية وهو أسلوب قديم طراز لكتابة بعض المعارف بعض العلوم تسمى بطريقة المتون. كتابة المتون تكون مشحونة بالإصطلاحات، مشحونة بالرموز، والعبارات تكون مغلقة، والعبارات تكون مشتملة على معاني كثيرة. هذه طريقة كتابة المتون. مصباح الهداية هو متن من المتون العرفانية التي كتبها السيد الخميني، لذلك سيكون مغلقا لا يستطيع كل أحد أن يفهمه. وهذه الخاصية ليس في هذا الكتاب فقط، وإنما في كل الكتب التي كتبت بهذه الطريقة، بطريقة المتون المرموزة، وغالبا العرفاء والفلاسفة والحكماء يكتبون بهذه الطريقة. أما ما يتعلق ب نظرية عقيدة مفهوم، عبر ما شئت، ما يسمى بوحدة الوجود، فالحقيقة هو هذا موضوع واسع، وهذا موضوع كثير الأطراف، لكنني ألخص الكلام فيه. وأيضا هذا الموضوع أسيء فهمه، وعلى أساس هذا الموضوع كفر الكثير من الناس. الموضوع هو هذا موضوع فلسفي، هذا الموضوع يمكن أن نسميه موضوعا صوفيا، موضوعا عرفانيا، موضوعا فلسفيا، وهناك تقارب فيما بين الفلسفة والتصوف والعرفان. وحدة الوجود والموجود هي تتحدث عن العلاقة بين الله سبحانه وتعالى وبين مخلوقاته. أين المخلوقات من الله؟ بعيدا عن المصطلحات الفلسفية، هناك أكثر من فهم لعلاقة المخلوقات بالله سبحانه وتعالى. هناك مجموعة من النظريات. هناك نظرية قالت بكثرة الوجود وكثرة الموجود، وهذه تقريبا يعني عامة البشر يعتقدون بها. الآن كل إنسان ماذا يعتقد؟
من الناس الذين يعتقدون بوجود الله وبوجود هذه المخلوقات. ماذا يعتقد؟ يعتقد بأن الله موجود، ويعتقد بأن كل هذه الكائنات موجودة، ووجود الله شيء ووجود الكائنات شيء، ولا يوجد هناك ترابط بين معنى الوجود في هذه الكائنات وبين معنى الوجود في الله سبحانه وتعالى. أقرب المعنى، أقرب الصورة. نحن حينما نقول الله موجود، وأقول مثلا الإنسان موجود، ماذا نفهم حينما نقول الله موجود؟ يعني أن الله متحقق، حقيقة متحققة قائمة. وحينما أقول الإنسان موجود، يعني الإنسان حقيقة متحققة قائمة. الوجود لا يمكن شرحه، ولذلك الوجود ليس له من تعريف، وإنما الإنسان يدركه بالبديهة، بالبداهة. ما هو تعريف الوجود؟ لا تعريف له. لذلك حتى في الفلسفة يقولون بأن الوجود لا تعريف له، يقولون ولكن يمكن أن نعرفه بهذا التعريف. ما هو الوجود؟ هو الذي يمكن أن يخبر عنه. وما هذا بتعريف؟ الإنسان يدرك معنى الوجود بالبداهة، وما يدركه الإنسان من معنى الوجود بالبداهة لا يستطيع الإنسان أن ينسج له تعريفا وعبارات. لذلك قال الفلاسفة بأن الوجود هو ما يمكن أن يخبر عنه، الشيء الذي يمكن أن يخبر عنه فيقال كذا وكذا، هو هذا الشيء المتصف بصفة الوجود. لأن المعدوم لا يمكن أن نخبر عن المعدوم، فنقول إن المعدوم الفلاني مثلا طويل، قصير، عريض، أبيض، أسود، هو معدوم، كيف يمكن أن نخبر عنه؟ الموجود يمكن أن نخبر عنه. إذا كان هناك مخلوق موجود نقول هذا قصير، صغير، كبير، أحمر، أبيض، إلى آخره. لذلك يقولون الوجود هو الذي يمكن أن يخبر عنه، والموجود هو الذي أيضا يمكن أن يخبر عنه. حينما نقول الله موجود، الإنسان موجود، عامة الناس يتصورون بأن الله حينما نصفه بالوجود، وجود الله شيء خاص به، ونقول الإنسان موجود، وجود الإنسان شيء خاص به، فيقال هنا كثرة الوجود وكثرة الموجودات، يعني أنه يوجد عندنا أكثر من وجود وأكثر من موجود. الله موجود وله وجود، وأنا موجود ولي وجود، وأنت كذلك موجود ولك وجود، فهناك موجودات كثيرة ولها وجودات، فيقال كثرة الوجود والموجود. هناك نظرية أخرى قالت بوحدة الوجود وكثرة الموجود. حينما نقول الله موجود والإنسان موجود، موجود التي وصفنا الله بها وموجود التي وصفنا الإنسان بها، الإنسان يفهم منها نفس المعنى وهو التحقق. نقول الله موجود يعني أن الله ذات متحققة، الإنسان موجود، الجبل موجود، أي شيء موجود، يعني هذا الذي وصفناه بالوجود هو ذات متحققة. فالوجود واحد لكن الموجودات كثيرة، يعني أن الوجود الذي هو في الله سبحانه وتعالى والوجود الذي هو في الإنسان واحد. حينما أقول الله موجود، الإنسان موجود، الإنسان يفهم من الوجود هنا والوجود هنا فهما واحدا، لكن الله شيء والمخلوقات شيء. فقالوا بوحدة الوجود وكثرة الموجود.
هذه نظرية ثانية. هناك نظرية ثالثة، وغالبا الكلام يدور حول هذه النظرية الثالثة، وهي نظرية لبعض من الصوفية الذين قالوا بوحدة الوجود والموجود معا. هذه النظرية نحن نرفضها ولا نؤمن بها. يعني الفلاسفة والعرفاء والحكماء الشيعة لا يؤمنون بهذه النظرية. حتى حينما كان السؤال من الأخ دينا عن السيد الخميني أو عن غيره من العرفاء، فهم لا يؤمنون بهذه النظرية، لأن هذه النظرية تقتضي الحلول، يعني يكون كل شيء هو الله، يعني الله هو هذا الوجود، يعني نحن جزء من الله سبحانه وتعالى، أنا وأنت وكل هذه المخلوقات هي جزء من الله، يعني هذا الوجود هو الله، أن الله حل في هذا الوجود. هذه تسمى بنظرية وحدة الوجود والموجود معا. قلنا الفهم الأول، نظرية الأولى، سمي ما شئت، كثرة الوجود وكثرة الموجود، وهذا موجود عند عامة الناس، عند عامة الناس في التفكير العام. وقلنا هناك من الفلاسفة من قال بوحدة الوجود وكثرة الموجود، ولكن هناك من الصوفية من قالوا بوحدة الوجود والموجود معا، وهذه نظرية باطلة نحن لا نعتقد بها. في الفكر الشيعي، في العقيدة الشيعية، عند الفلاسفة الشيعة هذه النظرية مرفوضة، وصدر المتألهين اتهم اتهاما باطلا بأنه يعتقد بهذه النظرية. الذين قرأوا كتبه فهموا العكس. كل كتب صدر المتألهين، وهو من أشهر فلاسفة إيران، من أشهر فلاسفة الشيعة، كل كتب صدر المتألهين هي لنقض هذه النظرية وإثبات نظرية أخرى. نعم، ربما يظهر من كلام ابن عربي في الفتوحات المكية تأييده لهذه النظرية، وإن كان هناك الكثير من شراح ابن عربي يقولون بأن ابن عربي لا يقول بهذه النظرية أيضا، لكن يظهر من ابن عربي في الفتوحات المكية أنه يقول بهذا، وحتى في غير الفتوحات المكية، لكن لأن الفتوحات المكية هي أكبر كتب ابن عربي، وهي المصدر الأول والأخير لفكر ابن عربي. ما بقي من كتبه فهي يعني أطفال صغيرة أمهم الكبيرة الفتوحات المكية. أعود إلى هذه النظرية وهي وحدة الوجود والموجود معا. هذه النظرية تستلزم الحلول وتستلزم الاتحاد. الاتحاد والحلول من العقائد الباطلة المناقضة للتوحيد. من يعتقد بهذه النظرية، بنظرية وحدة الوجود والموجود معا، سيقع في قضية الاتحاد، ويقع في قضية الحلول، ويقع في قضية التشبيه أيضا. وكل هذه العقائد، كل هذه المطبات مناقضة للتوحيد 100%. إن كان قضية الاتحاد، قضية التشبيه، أو قضية الحلول، وهذه عناوين تحتاج إلى شرح، ونحن هنا لسنا بصدد شرح كل شيء. العنوان الرابع لنظرية وحدة الوجود والموجود، والتي تبنتها المدرسة الشيعية الفلسفية، مدرسة عرفاء الشيعة، فلاسفة الشيعة، بعبارة مختصرة تلامذة صدر المتألهين. صدر المتألهين يعد علامة فارقة في تأريخ العرفان والفلسفة الشيعية. من بعد صدر المتألهين المدارس الفلسفية كلها كانت متأثرة بأفكار صدر المتألهين. يعني مثلا السيد الخميني، أساتذة السيد الخميني، السيد الطباطبائي صاحب الميزان، أساتذة السيد الطباطبائي، تلامذة السيد الطباطبائي، الآن أقطاب الفلسفة
والعرفان في الوسط الشيعي كلهم متأثرون بفكر ومدرسة صدر المتألهين. صدر المتألهين الشيرازي يذهب إلى نظرية أخرى وهي وحدة الوجود والموجود في عين كثرتهما، فلا هي بكثرة الوجود والموجود، ولا هي بوحدة الوجود وكثرة الموجود، ولا هي بوحدة الوجود والموجود معا في آن واحد، وإنما يقول بوحدة الوجود والموجود في عين كثرتهما. وكل الكتب الفلسفية التي تدرس في حوزاتنا العلمية في الوسط الشيعي تتبنى هذه النظرية. صدر المتألهين في أسفاره الأربعة أو في شواهده الربوبية أو في غير الكتب الأخرى، كل الكتب الأخرى التي كتبها صدر المتألهين حتى في تفسيره، في تفسيره للقرآن، في شواهده الربوبية، في المبدأ والمعاد، في كل كتبه، وفي الأسفار الذي هو عين كتبه وأهم كتب صدر المتألهين، كل هذه الكتب مبنية على أساس هذه النظرية، وحدة الوجود والموجود في عين كثرتهما. نفس الشيء من الكتب التي تدرس في حوزاتنا أيضا منظومة المولى هادي السبزواري. المولى هادي السبزواري أيضا من أقطاب ومن أركان هذه النظرية، نظرية وحدة الوجود والموجود في عين كثرتهما. منظومة السبزواري المعروفة وحتى بقية كتب السبزواري كلها مبنية على أساس هذه الفكرة. أيضا الآن من الكتب التي تدرس في وقتنا الحاضر مثل كتاب بداية الحكمة نهاية الحكمة للعلامة الطباطبائي أو كتب أخرى، فهي كلها في هذا السياق مبنية على أساس هذه النظرية. ولذلك الآن من البديهيات الفلسفية المعروفة في المدرسة الشيعية الفلسفية أو العرفانية النظرية القائلة، بل البديهة القائلة الآن في هذه المدرسة بأصالة الوجود واعتبارية الماهية. وطبعا هذا موضوع فيه نقاش، وهناك من خالف، هناك له آراء مخالفة في هذه القضية، وأنا الآن لست بصدد الدخول في كل هذه التفصيلات، لكن ما هي هذه النظرية؟ وأنا أعتقد السؤال عن هذا الموضوع، عن وحدة الوجود والموجود في عين كثرتهما، والتي بسببها داخل الوسط الشيعي تحدث نزاعات. الآن مثلا الخلاف بين المدرسة الشيخية وبين المدرسة العرفانية، بين المدرسة الإخبارية وبين المدرسة العرفانية، بين المحدثين مثلا وبين المدرسة العرفانية الشيعية، وحتى بين المدرسة الأصولية في بعض اتجاهاتها مع المدرسة العرفانية حول هذه القضية، حول موضوع وحدة الوجود والموجود في عين كثرتهما. ماذا يقصدون بهذه النظرية؟ يقصدون بهذه النظرية، أن يمكن أن أقرب المعنى بمثال، وهذا المثال هم يضربونه في كتبهم، مثال معروف. يقولون حينما ننظر الآن إلى الشمس وننظر مثلا إلى القمر وننظر كذلك إلى الشمعة وإلى نار مشتعلة وإلى سراج متوهج وإلى وإلى إلى كل مصدر يصدر منه الضوء أو النور، ما هو تعريف الضوء أو تعريف النور؟ الضوء أو النور بحسب التعريف الفلسفي وهو تعريف للنور بخواصه بآثاره، وإلا النور أيضا لا نملك تعريفا له. النور من المعاني التي تدرك بالبداهة. قد يقول قائل بأن علماء الفيزياء حللوا النور، تلك مسألة أخرى. حينما يتحدثون عن أن النور هو كمية الفوتونات الصادرة من الانشطار الذري في ذرات الهيدروجين والهيليوم وأمثال هذه المعاني،
هذه قضية أخرى في الفلسفة، النظر إلى موضوع آخر. هنا الفيزيائيون يتحدثون في آثار الآثار، الفلاسفة يذهبون إلى شيء أبعد وأعمق من الآثار. وعلى أي حال، فحتى تعريف الفلسفة هو تعريف بالآثار الظاهرة. حينما يتحدثون عن النور يقولون النور هو الكاشف عن نفسه الكاشف عن غيره، مثل نور الشمس. نور الشمس، هل هناك نور آخر يكشف عن نور الشمس؟ نور الشمس هو يكشف عن نفسه بنفسه ويكشف عن غيره، حينما يشرق على الأرض يكشف عن الأرض وما عليها. حينما نكون في غرفة مظلمة فنأتي مثلا فنفتح الضوء، نشعل الضوء داخل الغرفة، هذا الضوء سواء كان كهربائي أو من شمعة أو من بطارية أو من عود ثقاب أو من أي شيء، هذا هو يكشف عن نفسه ويكشف عن غيره. ما الفارق بين هذه الأنوار؟ الفارق بين هذه الأنوار في شدة الأنوار. نور الشمس أشد من كل الأنوار، لذلك المساحة التي يكشف عنها مساحة كبيرة. نور الشمعة ضعيف، لذلك المساحة التي يكشف عنها مساحة ضيقة، وهكذا. إذن الأنوار تتفق في شيء وهو في حقيقة النور، أنه كاشف عن نفسه وكاشف عن غيره، كل الأنوار، لكن أين تختلف؟ تختلف في درجة الانكشاف. نور الشمس من شدة كشفه لنفسه لا نستطيع أن نسلط النظر على قرص الشمس من شدة انكشافه، وكذلك من شدة انكشافه وكشفه لغيره فهو يكشف المجموعة الشمسية، يكشف الأرض بكاملها. حينما يصل النور إلى الأرض، الأرض تكشف، الجانب المواجه للشمس يكشف بكامله، والشمعة أيضا تكشف عن نفسها لكن بدرجة، وتكشف عن غيرها بدرجة. إذن الأنوار ابتداء من عود الثقاب والشمعة إلى الشمس وما بينهما من المراتب الكثيرة جدا، كلها تشترك في حقيقة واحدة، وهي أن هذه الأنوار كاشفة عن نفسها وكاشفة عن غيرها، لكنها تختلف في الدرجة. وهذا ما يسمى بالحقائق المشككة في الفلسفة أو في المنطق، الحقائق المشككة، الحقائق التي تتفق في جهة وتختلف في الدرجات في المراتب. الإيمان حقيقة مشككة، الإيمان في أصل حقيقته وهو عقد في الجنان وعمل بالأركان وإقرار باللسان، لكن له درجات، الناس لا يتساوون. العقل أيضا هذه حقائق مشككة، العقل الموجود عند الجميع يتفق في الجوهر، لكن مراتب العقول مختلفة، تسمى حقائق مشككة. الوجود أيضا، هؤلاء الفلاسفة القائلون بهذه النظرية يقولون بأن الوجود حقيقة مشككة. فحينما نقول الله موجود، الإنسان موجود، الجبل موجود، الوجود هنا نفس المعنى، الله متحقق، الإنسان متحقق، الجبل متحقق، لكن مرتبة وجود الله سبحانه وتعالى غير مرتبة وجود الإنسان، غير مرتبة وجود الجبل. هذه هي بشكل مختصر، بشكل موجز، ما تسمى بنظرية وحدة الوجود والموجود في عين كثرتهما، يعني حقيقة الوجود واحدة والمراتب كثيرة. فالوجود الموجود في الكائنات هو نفسه الوجود الموجود في الله، لكن مراتب هذه الكائنات متباينة متكاثرة. هناك إشارات في الأدعية، إشارات في آيات الكتاب الكريم قد تشير إلى هذه المعاني، إلى هذه المضامين يستدل بها أصحاب هذه النظرية. مثلا من الآيات القرآنية التي يمكن أن يستفاد منها في
في هذا المضمون ما جاء في سورة الأنفال الآية 7 بعد 10: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قطعا الآية يستفاد منها معان أخرى، لكن آيات الكتاب لها وجوه. وجه من وجوه هذه الآية الإشارة إلى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وإن كان الآية أظهر في معنى الفناء لكنهم يستفيدون منها. وهذه الآية ليست خاصة بالنبي، لأننا إذا ذهبنا إلى ما قبلها فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. نعم، أنا قلت هذه الآية فيها وجوه كثيرة. هناك وجه اختصاص بالنبي، وهو الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وآله. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. وما رميت إذ رميت، الخطاب هنا متجه إلى أي جهة؟ إلى الجهة التي يشترك فيها الخالق والمخلوق. هذا الاشتراك لا في الصفات والآثار، وإنما في معنى الوجود الظاهر في الخالق والمخلوق. حينما نقول الله موجود، الإنسان موجود، يمكن أن يناقش الاستدلال بهذه الآية. أنا هنا أأتي بما يقرب المعنى وبما قال به أصحاب هذه النظرية من أقوال. حينما نذهب إلى كتب الأدعية مثلا، هذا مفاتيح الجنان. حينما نذهب مثلا إلى دعاء البهاء الذي يقرأ في شهر رمضان، دعاء البهاء أو دعاء السحر، فماذا نقرأ؟ اللهم إني أسألك من بهائك بأبهاه، وكل بهائك بهي. اللهم إني أسألك ببهائك كله. إذن هناك مراتب في البهاء، هناك أبهى البهاء وهناك ما هو دون أبهى البهاء. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله، هناك جمال وهناك أجمل. الجمال الموجود في مرتبة الأجمل والجميل هو واحد، لكن الاختلاف في المرتبة. اللهم إني أسألك بجمالك كله، كل الجمال له معنى واحد لكن له مراتب. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله، اللهم إني أسألك بجمالك كله. بجمالك كله، الجمال هنا له معنى واحد، لكن لماذا قال من جمالك بأجمله؟ إشارة إلى الاختلاف في المراتب. اللهم إني أسألك من جلالك بأجله، وكل جلالك جليل. اللهم إني أسألك بجلالك كله، كل جلالك جليل. يعني هناك وحدة في المفهوم، الله موجود، الإنسان موجود، هناك وحدة في المفهوم، اختلاف في المراتب. اللهم إني أسألك من جلالك بأجله، هذه مراتب، وكل جلالك جليل. اللهم إني أسألك بجلالك كله، يعني الجلال في مفهومه واحد ولكن فيه مراتب. الجمال كذلك، الدعاء بكامله. اللهم إني أسألك من نورك بأنوره، وكل نورك نير. اللهم إني أسألك بنورك كله. اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها، وكل رحمتك واسعة. هذا في دعاء السحر الذي يقرأ في شهر رمضان. وهناك عندنا من أدعية نهارات شهر رمضان، الدعاء الذي رواه الشيخ الطوسي والسيد ابن طاووس. اللهم إني أسألك من فضلك بأفضله، وكل فضلك فاضل. اللهم إني أسألك بفضلك كله.
اللهم إني أسألك من رزقك بأعمه. يعني هذه النظرية حاكمة في كل جهات الوجود. اللهم إني أسألك من رزقك بأعمه وكل رزقك عام، اللهم إني أسألك برزقك كله. هذا من أدعية نهارات شهر رمضان. أيضا عندنا دعاء يوم المباهلة، وهو اليوم الرابع والعشرون من شهر ذي الحجة، يعني فيما بيننا وبينه شيء يسير، يوم المباهلة. من أدعية يوم المباهلة أيضا هذا الدعاء، أيضا يبدأ: اللهم إني أسألك من بهائك بأبها وكل بهائك به، اللهم إني أسألك من شرفك بأشرفه وكل شرفك شريف. دعاء طويل يمكن أن نراجعه، شبيه بدعاء البهاء. كل هذا يشير إلى أي شيء؟ إلى حقيقة واحدة لها مراتب، المراتب متكثرة والحقيقة واحدة. هذا معنى وحدة الوجود والموجود في عين كثرتهما. أيضا ما جاء مثلا في مناجاة سيد الأوصياء في مسجد الكوفة: مولاي يا مولاي، أنت المالك وأنا المملوك، وهل يرحم المملوك إلا المالك. أنت المالك وأنا المملوك، أنت موجود في مرتبة المالك وأنا موجود في مرتبة المملوك، ولذلك المملوك بحاجة إلى رحمة من المالك. أنت إشارة إلى الوجود، إلى وجوده سبحانه وتعالى، وأنا إشارة إلى وجودي، ولكن أين وجودي من وجود الله سبحانه وتعالى؟ الفارق في المرتبة. مولاي يا مولاي، أنت المالك وأنا المملوك، وهل يرحم المملوك إلا المالك. مولاي يا مولاي، أنت العزيز وأنا الذليل، وهل يرحم الذليل إلا العزيز. إلى آخر مناجات سيد الأوصياء في مسجد الكوفة. وقريب منها في المعنى أيضا الدعاء بعد زيارة الإمام الجواد: اللهم أنت الرب وأنا المربوب، وأنت الخالق وأنا المخلوق. يعني أنت موجود في مرتبة الخالق وأنا موجود في مرتبة المخلوق، فهو وحدة في الوجود وكثرة في المراتب، وحدة في الوجود والموجود في عين تكثرهما، في حال التكثر. هناك وحدة في المفهوم وهناك تكثر في مراتب هذا الوجود الظاهرة في عالم خلق الله، في عالم فيض الله سبحانه وتعالى. لربما من أفضل الأدعية التي يمكن أن تكون موضحة لهذا المعنى ما جاء في دعاء مقاتل ابن سليمان المنقول عن الإمام السجاد عليه السلام: إلهي كيف أدعوك وأنا أنا، وكيف أقطع رجائي منك وأنت أنت. فأنا موجود وأنت موجود، لكن أين أنا وأين أنت؟ إلهي كيف أدعوك وأنا أنا، وكيف أقطع رجائي منك وأنت أنت. هناك عبارة ربما تكون أوضح في دعاء سيد الشهداء يوم عرفة: أم كيف أترجم بمقالي وهو منك برز إليك. على القراءتين: وهو منك برز، يعني اسم يعني بارز، أو برز إليك، المعنى واحد. هناك من قرأ الدعاء: أم كيف أترجم بمقالي وهو منك برز إليك، أو أم كيف أترجم بمقالي وهو منك برز إليك، يعني بارز إليك، والمعنى واحد.
أم كيف أترجم بمقالي؟ مقالي وهو منك، هذا المقال منك، برز إليك، بارز إليك. الدعاء دعاء عرفة، القسم الذي ألحقه السيد ابن طاووس بحسب رواية السيد ابن طاووس مشحون بهذه المعاني. فالمراد من وحدة الوجود والموجود في عين كثرتهما هو التوضيح الذي بينته، مثل قضية النور، الضوء حقيقته واحدة مراتبه متكثرة، فيقولون بأن الوجود حقيقته واحدة مراتبه متكثرة. في السؤال ما هو رأيي في ذلك؟ يعني أنا إذا أريد أن أبين رأيي فمن باب الثقافة العامة لا من باب التخصص، أقول بأن هذه النظرية من الوجهة الفلسفية بحسب القواعد والأدلة والبراهين هي أقوى النظريات التي فسرت لنا العلاقة بين الموجودات وبين الله بنحو فلسفي. لم نجد نظرية أعمق وأدق منها. لكن هل يجب على الناس أن يعتقدوا بها، أن يلتزموا بها؟ هذه قضية أخرى، هذه مسائل فلسفية وفكرية ولا تترتب عليها آثار مهمة. نحن توحيدنا لا نأخذه لا من ابن عربي ولا من صدر المتألهين ولا من الفلاسفة ولا من العرفاء، سواء كانوا في أفضل الدرجات أو في أقل الدرجات. يعني لنفترض أن ابن عربي كان في أعلى درجات اليقين فهو ينفع نفسه بذلك، أو كان في دركات جهنم فهو يضر نفسه بذلك. صدر المتألهين فليكن أفضل الناس فهذا هو ينفع نفسه بذلك، ما علاقتنا بصدر المتألهين؟ هذا قولي الذي أعتقده فيما بيني وبين الله، قد يقبل به البعض قد لا يقبل به البعض. من كان عنده محمد وآل محمد لا يكون محتاجا لابن عربي ولا لصدر المتألهين ولا لأي واحد من البشر. من كان عنده علي وآل علي لا يحتاج لأي شخص من هؤلاء. صدر المتألهين أمثال صدر المتألهين نجلهم، نحترمهم، نحترم آراءهم، ولكن نناقشهم أيضا. وهناك من الكلام الذي ذكره صدر المتألهين في كتبه ما هو محل النقاش والرد والرافض في بعض الأحيان، لأن آراء صدر المتألهين وكتب صدر المتألهين مشحونة بآراء اليونانيين القدماء، مشحونة كذلك بروايات نقلها من الصوفية الذين أخذوا رواياتهم من كتب المخالفين لأهل البيت. فكل شيء موجود في هذه الدنيا وموجود في هذه الكتب. العين الصافية هي عين أهل البيت. إذا وجدنا كلاما عند ابن عربي، عند صدر المتألهين، عند الجن الأزرق، عند أي شخص، عند أي عفريت من العفاريت، إذا كان هذا الكلام يمت لأهل البيت بصلة فنحن نأخذه. وإذا كان الكلام عند صدر المتألهين، عند أي عالم، عند أي فقيه، عند أي مفسر، عند أي مؤرخ لا يمت بصلة إلى أهل البيت فنحن لا نعبأ به. توحيدنا نأخذه من القرآن، ومن القرآن بحسب موازين أهل البيت لا بحسب موازيننا. توحيدنا نأخذه من كلمات علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، حين نقرأ في دعاء سيد الشهداء يوم عرفة أنا أخذ توحيدي من هذا الدعاء ومن أمثاله من نصوص الأئمة. لنقرأ معا ماذا يقول سيد الشهداء. ماذا يقول عن المخلوق؟ إلهي، من كانت محاسنه مساوي فكيف لا تكون مساويه مساوي، ومن كانت
حقائقه دعاوى، فكيف لا تكون دعاويه دعاوى؟ هذه حقيقتنا. من أراد أن ينظر إلى الإنسان وإلى حقيقة الإنسان، هذا صوت الحسين صلوات الله وسلامه عليه. إلهي، من كانت محاسنه مساوي فكيف لا تكون مساويه مساوي؟ ومن كانت حقائقه دعاوي فكيف لا تكون دعاويه دعاوي أو دعاوى؟ وفي الاستدلال ماذا يقول سيد الشهداء؟ إلهي، ترددي في الآثار يوجب بعد المزار، فاجمعني عليك بخدمة توصلني إليك. كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك؟ عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسر الصفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا. إلهي، أمرت بالرجوع إلى الآثار، فأرجعني إليك بكسوة الأنوار وهداية الاستبصار، حتى أرجع إليك منها كما دخلت إليك منها، مصون السر عن النظر إليها، ومرفوع الهمة عن الاعتماد عليها، إنك على كل شيء قدير. ثم ماذا يقول سيد الشهداء؟ وهذه قمة معاني التوحيد، فيقول: إلهي، كيف أستعز وفي الذلة أركزتني؟ أم كيف لا أستعز وإليك نسبتني؟ إلهي، كيف لا أفتقر وأنت الذي في الفقراء أقمتني؟ أم كيف أفتقر وأنت الذي بجودك أغنيتني؟ وأنت الذي لا إله غيرك تعرفت لكل شيء فما جهلك شيء، وأنت الذي تعرفت إلي في كل شيء فرأيتك ظاهرا في كل شيء، وأنت الظاهر لكل شيء. يا من استوى برحمانيته فصار العرش غيبا في ذاته، محقت الآثار بالآثار، ومحوت الأغيار بمحيطات أفلاك الأنوار، إلى آخر ما يقوله سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو توحيدنا، وهذه هي عقيدتنا. أما نظرية وحدة الوجود والموجود في عين كثرتهما، نظرية فلسفية وبحث فلسفي، إن وافقت كلمات أهل البيت فبها ونعمة، فإن لم توافق كلمات أهل البيت فنحن لا شأن لنا بها. توحيدنا لا نأخذه من الفلاسفة ولا من العرفاء ولا من الصوفية، نقبل كلام الفلاسفة، كلام الصوفية، كلام العرفاء، كلام الفقهاء، كلام المحدثين، كلام أي إنسان ما دام يتصل بأهل البيت. إذا انفصل فلا قيمة عندنا لأي كلام ينفصل عن أهل البيت، فإن الحق يدور ما علي حيثما دار، والحكمة كما يقول الأئمة ضالة المؤمن، وهو أحق بها، أينما وجدها أخذها. هذا قانون، الحكمة ضالة المؤمن وهو أحق بها، يأخذها من أي كان، يأخذها أنا وجدها. فإذا كانت الحكمة عند العرفاء، عند الفلاسفة، عند الفقهاء، عند المحدثين، عند علماء الفيزياء، عند علماء الكيمياء، عند أي أحد من الناس، فإننا نأخذ هذه الحكمة لا لأنها عندهم، لأنها
تمت إلى أهل البيت بصلة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الرسائل كثيرة والوقت طالبنا بقية الرسائل إن شاء الله يأتينا الكلام عنها والإجابة على أسئلتها في الحلقات القادمة بحول الله تعالى وقوته. وأعود بالكلام إلى طيب الله أنفاسكم. إذن من مجالس المودة التي عرضتها شاشة قناة المودة الفضائية في شهر رمضان المبارك، نأخذ هذه الزهرة الحسينية واسمها وعنوانها حيدر العطار. إذن مع حيدر العطار وإلى أجواء كربلاء رفقة طيبة. قال رسول الله هلا قال رسول الله حسين مني وانا من حسين قال هلا حسين مني وانا من حسين مني يا حسين يا روح النبي يلجن تروح بجسمه يا سلوته ويا نسمته وريحانته والبسمة يا رسول الله يا حسين يا روح النبي يلجن تروح بجسمه يا سلوته ويا نسمته وريحانته والبسمة يا رحمة الله الواسعة انت اللطف والرحمة يلجسدك معنى الوفاء يا حسين يلجسدك معنى الوفاء نهواك يا ابو اليمة خدامك احنا شما حصل بيك الامل يا خامس اهل العصمة يا خامس اهل العصمة حبك لا يطلب بالتمني حبك لا يطلب بالتمني حبك جمر برحى اليدين قال رسول هلا نور عيني قال رسول الله نور عيني حسين مني وانا من حسين مني الله يديمك الله يديمك قال هلا بيهم يا حسين مو ياهو اللي يجي يحصل اسمع يتمنى القصيدة إلى خادم أهل البيت الشاعر المخلص سامر السراج الكاظم. طبعا أنا أخذت المقام عليه والله هو كان عندنا مفروض قصيدة آسف أستاذي. يا حسين مو ياهو اللي يجي يحصل اسمع يتمنى يا حسين حبك مو سهل حبك العابس جنة على عيني على عيني يا حسين حبك مو سهل حبك العابس جنة منطقنا مرفوض الذي يخدمك الخاطر جنة يا حسين بمنطقنا مرفوض الذي لخدمك الخاطر جنة ومرفوض ليدور أجر مرفوض أهل المنة يا حسين من دار المهد حتى الأبد إحنا
ذنبك احنا غضبا علينا نتشرف بمكانك. مرفوض ندور اجر مرفوض اهل المنه يا حسين من دور المهد حتى الابد احنا بخدمتك احنا جدك طه قالها مرارا جدك طه قالها مرارا ولخص العشق بكلمتين قال رسول الله حسين مني سمع سمع الحسين قال رسول الله كل اسمك صبح دينة عرش بارينة خدمتك تاج وأوسمة بهالأوسمة تحلينا بدنيانا مهما نخدمك بدنيانا مهما نخدمك هالخدمة ما تكفينا ما تكفينا ما تكفينا نتمنى ويا اللي يخدمك نتمنى ويا اللي يخدمك بالآخر تخلينا نتمنى ويا اللي يخدمك بالآخر تخلينا من ترضع الخادم فخر وقت الخطر من ترضع الخادم فخر وقت الخطر يا حسين ارضى علينا يا حسين ارضى علينا يا حسين ارضى علينا أمنية العاشق نيل المنى أمنية العاشق نيل الرضا رضاك مضمون بدمعتين قال رسول الله حسين مني وانا ليه انت صوتك قال رسول حسين مني وانا خدمتك اعظم جوهر بكل ثمن ما تتقدر ما تتقدر ما تتقدر خدمتك أعظم جوهرة بكل ثمن ما تتقدر وحبك مثل ماء البحر لي شربه يعطش أكثر وحبك مثل ماء البحر لي شربه يعطش أكثر حبك أمان من الفزع حبك حرد بالمحشر يا حسين حبك أمان من الفزع حبك حرد بالمحشر حبك سكينة لكل محب والعاشرك ما يخسر والعاشرك ما يخسر حبك إذا حل بقلب ذاك القلب بالشدة ما يتخدى حبك إذا حل بقلب ذاك القلب بالشدة ما يتكدر من سامر الحبيب في خلوة من سامر الحبيب في خلوة يطلق الدنيا بلعنتين قال رسول الله نور عيني حسين مني إيه حسين مني وأنا بعد مرة بعد مرة قال رسول منهجنا منهجنا واضح للبشار واللهجة أصدق لهجة
والحاول باسم الوعي حاربنا نعرف نهجه والحاول باسم الوعي يحاربنا نعرف نهجه اللي يتبع علي يا علي يا ما ينخلق بأهل الدروب العوجة ومن اللي بيه حارب علي كل خير لا تترجى ومن اللي بيه حارب علي كل خير لا تترجى ولا تتعب وقت الشدد عندنا الضمد عندنا الإمام الحجة ولا تتعب وقت الشدد عدنا الضمد عدنا السند عدنا الإمام الحجة لنا إمام غائب حاضر لنا إمام غائب حاضر منهجنا كنهجه حسيني قال رسول الله لا تتعب لا تتعب هلا بيهم حسين انا رسول هلا هلا حسين مني وانا من حسيني قال رسول الله نور عيني قال رسول الله حسين مني وانا من حسيني قال رسول الله وقال رسول الله حسين مني وانا قال رسول الله نور عيني قال رسول الله نور عيني حسين مني وانا من يا محلى شملنا المجتمع لاجلك يا شيعة مثلنا ويا ولي مثلك مثل الكحل بين رموشنا نحملك مثل الكحل بين رموشنا نحملك يا كحل الرمش مثلك الدمعة لجل حسين هاي الشيعة من دمعة ولجل حسين دمعة ولجل حسين معايا كحل الرمش مثلك الدمعة لجل حسين دمعة لجل حسين دمعات الجفن ما نسمح تلمسك يا حاقد يفكر بالحكي من سوي دمعات الجفن ما نسمح تلمسك يا حاقد يفكر بالحكي من سك بس تشر على المسوس نلتمسك بتشر على المجسوس نلتمسك خاطر من صفوف الشيعة ننتدعى لجل حسين معا ولجل حسين معا ولجل حسين هاي الشيعة مجتمعة لجل حسين هلا معا ولجل حسين معا ولجل حسين مجلس بجمعنا يطوف يا حيدر ما يقدر يغش نهدم ما يقدر مجلس بجمعنا يطوف يا حيدر ما يقدر يغش نهدم ما يقدر أبو قهوة يبين ساعة المعبر أبو قهوة يبين ساعة المعبر ما فينا اللي خدمك من أجل سمعة ولجل حسين سمعة ولجل حسين سمعة لجل حسين سمعة لجل حسين الغاشة إلى خادم القصيدة القصيدة إلى سيد رأسي خادم من البيت تامر الراجل تاظمي المجسوس بجمعنا يطوف يا حيدر ما يقدر يغش نهدم ما يقدر مجسوس
بجمعنا يطوف يا حيدر ما يقدر يغشنا دوم ما يقدر أبو قراوة يبين سعدل أبو قراوة يبين سعدل إذن ها نحن نقترب من الوقت المحدد لنا في هذا البرنامج. وقت البرنامج قد انتهى وكان مسكو ختامه في ذكر سيد الشهداء. التقانا يتجدد في الأسبوع المقبل إن شاء الله كما وعدناكم يوم غد. للتذكير هو الحلقة الأولى من برنامج الملف العلوي يأتيكم مباشر عبر القمرين لقناة المواد الفضائية عبر القمرين الهوت بيرد والنايل سات وأيضا عبر البث المباشر لموقع القناة الرسمي. الحلقة القادمة أيضا من المواد دوت تي في تأتيكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل. نترككم بعد قليل أيضا في أن نضع هذا البرنامج بين يديكم عبر الصفحة الرئيسية للموقع. يمكنكم زيارة والتحميل. أجمل الأوقات لكم ولعوائلكم وطيب الله أوقاتكم وأسعدها أيامكم في ذكر آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم. أجمل الأوقات. نترككم مع شاشة قناة المواد الفضائية في باقة برامجها التي متواصلة هي بين يديكم الآن. أسألكم الدعاء جميعا والتقانا يتجدد لكم من كل جديد من خلال شاشة قناة المواد الفضائية. أسألكم الدعاء في أمان الله.